في سبعينيات القرن العشرين تلقينا إشارة لاسلكية استمرت لأكثر من دقيقة، وحتى يومنا هذا لا أحد يعرف ما هي أو من أين أتت. ولكن الآن ظهرت نظرية جديدة، فهل يمكن حل اللغز أخيرا؟ في عام 1977 وفي الساعة 11:16 مساء التقط تلسكوب في ولاية أوهايو شيئا غير عادي في الفضاء. كانت إشارة راديو قصيرة للغاية، مدتها 72 ثانية فقط. كانت الإشارة قوية وغريبة لدرجة أن العالم الذي اكتشفها كتب واو بالحبر الأحمر بجوارها، ولهذا السبب أطلق عليها اسم إشارة واو. في الفضاء يصدر غاز الهيدروجين أحيانا موجات راديوية، وهو نوع من الإشعاع الكهرومغناطيسي. تنبعث هذه الموجات بتردد معين، وهو ما يشبه توقيعا فريدا لغاز الهيدروجين. يساعدنا هذا في العثور عليه وتحديده ودراسته. وبفضل هذا لاحظنا أن تردد إشارة واو جاء من نفس المكان الذي جاء منه هذا الغاز. لكن الأمر لا يبدو وكأنه يساعد كثيرا، لأننا ما زلنا لا نعرف ما الذي أصدره. والأغرب من ذلك أن الإشارة حدثت مرة واحدة فقط، وعلى الرغم من أننا حاولنا جاهدين سماعها مرة أخرى إلا أننا لم نفعل ذلك أبدا. وبدون إشارة متكررة كان من المستحيل تحديد ماهية هذا الشيء، ومن الصعب علينا حتى تحديد موقعها الدقيق، لأن الإشارة كانت قصيرة العمر، وبعد مسافة معينة من الصعب للغاية تحديد المكان الذي تأتي منه الإشارات الراديوية المختلفة. ومن هنا بدأت النظريات. هذا التردد الذي حمل إشارة واو هو تردد خاص، فهو ليس مزدحما بالعديد من الإشارات الأخرى، إنه مثل العثور على مكان هادئ في غرفة صاخبة نظرا لعدم وجود الكثير من التداخل أو الضوضاء. فإذا أرسلت إشارة على هذا التردد بعيدا جدا فلن تضيع أو تتشوه، وهذا أمر غريب لأنه يعني أنه قد يكون مكانا مثاليا لإرسال الرسائل إذا أردنا التواصل مع أي كائنات فضائية موجودة هناك. إذن هل من الممكن أنهم يحاولون الاتصال بنا؟ حسنا، إنه احتمال علمي حقيقي. لا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي تسبب في إشارة واو، ولكن إذا كانت من كائنات خارج كوكب الأرض فمن المؤكد أنهم يتواصلون بطريقة مختلفة عنا. لم تكن الإشارة تبدو وكأنها رسالة معتمدة على الإطلاق، ومن الغريب أنها حدثت مرة واحدة فقط. إذا كان هناك أشخاص صغار خضر يحاولون الاتصال بنا فسيكون من الغريب أن يحاولوا مرة واحدة فقط. ولكن من باب الاحتياط، في عام 2012 في الذكرى 35 لإشارة واو قررنا إرسال مجموعة من الرسائل إلى نجوم معينة. استخدمنا رمزا خاصا للتأكد من أن أي كائنات فضائية تتلقى الرسائل ستعرف أنها من كائنات ذكية مثلنا. حسنا، معظمها ذكية، حتى أننا استخدمنا قدرا كبيرا من الطاقة للتأكد من أن الرسائل يمكن أن تنتقل لمسافات بعيدة جدا. توصل العلماء إلى العديد من الأفكار حول مصدر إشارة واو، لكن لا يوجد اتفاق واسع النطاق على أي منها. نحن نعلم على وجه اليقين أنها لم تأتي من أي شيء على الأرض. قد تتداخل الضوضاء الأرضية في بعض الأحيان، لكن هذه الإشارة جاءت بالتأكيد من الفضاء الخارجي. كانت هناك أيضا نظرية مفادها أن الإشارة ربما ارتدت عن بعض الحطام الفضائي وعادت إلى الأرض، ولكن في وقت لاحق أدركنا أن المتطلبات اللازمة لحدوث ذلك كانت غير محتملة للغاية. هناك فكرة محتملة مفادها أن الإشارة ربما تكون قد نشأت عن وميض في الفضاء مثل وميض النجوم في السماء. ولكن حتى لو كان هذا صحيحا فإنه لا يستبعد احتمال أن تكون الإشارة قد تم إنشاؤها بواسطة شيء اصطناعي. وهناك فكرة أخرى مفادها أنها ربما جاءت من شيء يدور مثل المنارة، أو ربما كانت إشارة تغير ترددها بمرور الوقت، أو كانت مجرد انفجار لمرة واحدة. لقد مرت 50 منذ أن تم التقاط إشارة راديو غريبة، ولكن مؤخرا ظهرت فكرة جديدة حول أصلها. تخيل مذنبا يندفع عبر الفضاء ويترك خلفه ذيلا من الغاز. قد يكون هذا الغاز
مفتاحا لفهم إشارة الراديو الغامضة التي لفتت انتباه علماء الفلك منذ سنوات عديدة. نظر أحد علماء الفلك إلى إشارة واو واعتقد أنها قد تكون مرتبطة بمذنب يدعى 266 P/Christensen. نعم هذا كثير، يبعد هذا المذنب حوالي 1800 سنة ضوئية. لم يكن معروفا في عام 1977 عندما تم اكتشاف الإشارة لأول مرة، ولكن الآن يمكن أن يفسر الموجات الراديوية الغريبة. يمكن للمذنبات أن تصدر موجات راديوية عندما تقترب من الشمس. الأمر أشبه بأن الغازات المحيطة بها تبدأ في الطنين بالطاقة. ربما كان هذا الطنين هو ما يدور حوله أمر إشارة واو. لاختبار هذه النظرية استخدمنا تلسكوبا لاسلكيا للاستماع إلى موجات الراديو من المذنبات الأخرى. وجدنا أن بعض المذنبات أصدرت بالفعل موجات راديو بنفس تردد إشارة واو. ثم وجهنا التلسكوبات نحو هذا المذنب بعينه أثناء مروره عبر نفس الجزء من السماء حيث تم رصد إشارة واو، وقد تتطابق الموجات الراديوية للمذنب مع الإشارة. وبينما لم يكن المذنب في نفس المكان الذي وردت فيه الإشارة بالضبط، إلا أنه كان قريبا بما يكفي ليشعرنا وكأننا على الطريق الصحيح. وربما كان السبب أيضا هو سحب الهيدروجين من مذنبين، المذنب الذي ذكرناه وآخر يدعى P/2008Y2. من يختار هذه الأسماء؟ ولكن ليس الجميع مقتنعين بهذه الفكرة. يقول البعض إن النظرية القائلة بأن المذنبين هما السبب في ظهور الإشارة غير منطقية، لأن المذنبات لا تصدر عادة موجات راديوية بالطريقة اللازمة لتفسير إشارة واو، كما أن الإشارة لم تتكرر ولم تحدث إلا مرة واحدة، وهو أمر غريب إذا كان الأمر يتعلق بمذنب حقا. لقد وزعت المذنبات غازاتها على مساحة كبيرة، لذا فإن الإشارة كانت لتستمر لفترة أطول. كان من المفترض أن يلتقطها التلسكوب المستخدم لرصد الإشارة مرتين في فترة زمنية قصيرة، لكن الأمر لم يحدث بهذه الطريقة، كما أن المذنب لم يكن ليتحرك خارج مجال رؤية التلسكوب بهذه السرعة. وهذا يوضح أننا بحاجة إلى معرفة المزيد عن كيف ولماذا تصدر المذنبات هذه الموجات الراديوية، وخاصة عند نفس تردد إشارة واو. هناك الكثير من الإشارات الغامضة والمثيرة للاهتمام في الفضاء، يأتي معظمها من أحداث طبيعية مثل ما يسمى بالنبضات الراديوية السريعة. هذه النبضات من الطاقة قوية بشكل لا يصدق، وتحدث في جميع أنحاء السماء، لكن أصولها لا تزال غير واضحة. تستمر لمدة جزء من الثانية فقط. ربما التقط التلسكوب جزءا فقط من إحدى هذه النبضات. هناك أيضا إشارة غريبة نستقبلها منذ عام 2018. تتكرر هذه الإشارة في الواقع كل 22 دقيقة، ولكن على الرغم من جهودنا لا يمكننا معرفة من أين تأتي. بدأت منذ فترة طويلة في عام 1988، ونحن نحقق في هذا اللغز منذ 36 عاما حتى الآن. على الأقل نعرف هنا مسافة الجسم الغامض الذي يرسل الإشارات على بعد 15,000 سنة ضوئية. يعتقد البعض أن هذه الإشارات قد تكون صادرة عن كائنات فضائية تحاول التواصل معنا، ومع ذلك لا يمكننا الجزم بذلك دون وجود أدلة دامغة، ويظل الأمر مجرد تكهنات. هناك تفسير آخر يتمثل في نظرية النجوم النابضة. النجوم النابضة هي نجوم نيوترونية تصدر حزما من الطاقة تشبه ما نرصده من خلال الإشارات، ومع ذلك فإن سلوك الإشارات لا يتوافق تماما مع ما نعرفه عن النجوم النابضة. هناك أيضا نظرية النجم المغناطيسي التي تشير إلى أن هذه الإشارات قد تأتي من النجوم النيوترونية المشحونة، والتي تسمى النجوم المغناطيسية. ومع ذلك لا تفسر أي من هذه النظريات السلوك الغريب للإشارات بشكل كامل. ربما توجد ظاهرة جديدة غير مكتشفة في الكون. ورغم أن المذنبات تشكل احتمالا واردا، فما زالت هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بعد بشأن إشارة واو. فنحن لا نعرف ما الذي تسبب في ظهورها، وربما لن نعرف ذلك أبدا، بل إننا لا نعرف حتى ما إذا كانت قد جاءت من الفضاء السحيق أم من مكان ما داخل النظام الشمسي.
على أي حال، وحتى لو كانت إشارة واو لها سبب طبيعي، فهذا لا يعني أن الحياة خارج كوكب الأرض غير موجودة. بحثت الدراسة التي تحدثت عن هذا أيضا نجما يشبه الشمس يمكن أن يكون مكانا رائعا للبحث عن علامات التكنولوجيا من الفضاء. هناك 14 نجما آخر مشابها لشمسنا في الفضاء، على الرغم من أننا لسنا متأكدين تماما من سطوعها. هذا يفتح إمكانيات مثيرة لمطاردة إشارات الحضارات المتقدمة خارج الأرض. انتباه انتباه، هناك شيء مثير للغاية يحدث في زحل، يطلق عليه موسم القضبان الشعاعية. وكلا، لا يتحول الكوكب خلاله إلى عجلة غازية عملاقة. دعوني أخبركم المزيد عن هذه الظاهرة. في كل عام يخصص تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا بعضا من وقته لمراقبة زحل، وهو عملاق غازي مثلي وثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي. وهذا الجسم الفضائي لديه دائما شيء جديد يفاجئنا به. على سبيل المثال، انظر إلى إحدى أحدث الصور للكوكب العملاق. هل ترى تلك القضبان الملطخة؟ إنها تعني أن موسم القضبان الشعاعية لكوكب زحل قد بدأ. كحال كوكبنا، زحل بدوره مائل على محوره، ولهذا السبب لديه 4 فصول. ولكن بما أن مدار العملاق الغازي أكبر بكثير، فإن كل فصل من هذه الفصول يستمر حوالي 7 سنوات أرضية. ضع هذا في اعتبارك، إنه مهم. الآن الشيء التالي الذي نحتاج إلى التحدث عنه لفهم مفهوم موسم القضبان الشعاعية الفريد على زحل هو الاعتدال. على الأرض إنها اللحظة التي تكون فيها الشمس فوق خط استواء الكوكب تماما، ويكون النهار والليل متساويين في الطول. لكن في زحل الأمر مختلف بعض الشيء. يحدث الاعتدال عندما تقع حلقات زحل في مواجهة الشمس. وعلى الرغم من أن الاعتدالات في زحل تحدث كل ربيع وخريف تماما كما هو الحال على كوكبنا، إلا أنها نادرا ما تحدث، تقريبا مرة واحدة كل 15 سنة أرضية. ولهذا السبب فإن علماء الفلك متحمسون جدا لهذا الحدث. انظر الآن، يوجد شعاعان ملطخان في هذه الحلقة، يطلق عليها الحلقة بي على يسار الصورة. إنها تشبه قضبان على دراجة، يختلف تظليل وشكل القضبان، قد تبدو داكنة أو فاتحة، يعتمد ذلك على الزاوية والإضاءة. في بعض الأحيان قد تبدو مثل النقط وليس شيئا ذو شكل شعاعي تقليدي، كما أنها لا تدوم طويلة. ولكن المزيد والمزيد منها سيبدأ في الظهور كلما اقتربنا من 6 مايو 2025. في ذلك اليوم سيحدث الاعتدال الخريفي على زحل. ولكن ما الذي يسبب القضبان الشعاعي؟ يعتقد علماء الفلك أنه قد يكون المجال المغناطيسي لعملاق الغاز. عندما يتفاعل المجال المغناطيسي الكوكبي مع الرياح الشمسية، فإنه يخلق بيئة مشحونة كهربائية. على الأرض يؤدي هذا إلى ظهور الأضواء الشمالية والتي تسمى أيضا الشفق القطبي. وإذا تحدثنا عن زحل فقد يتم شحن أصغر جزيئات الحلقة الجليدية أيضا، ومن المحتمل أنها ترفع هذه الجسيمات مؤقتا فوق الصخور الأكبر حجما التي تتكون منها الحلقات. لأول مرة تم رصد القضبان الشعاعية في حلقات زحل بواسطة مهمة فوياجر التابعة لناسا. لقد حدث ذلك في أوائل الثمانينيات، ولم نكن نعلم وقتها أن هذه القضبان هي ظاهرة موسمية. مرت فوياجر 2 بالقرب من الكوكب ثم انطلقت بسرعة. لمعرفة ماهية هذه القضبان الشعاعية وكيفية عملها، احتاج علماء الفلك إلى تلسكوب فضائي يمكنه مراقبة حلقات زحل من بعيد، مثل تلسكوب هابل. حدث الاعتدال الأخير لزحل في عام 2009. في ذلك الوقت كان المسبار الفضائي كاسيني التابع لناسا يسافر حول العملاق الغازي، وأرسل العديد من الصور المذهلة إلى الأرض، وسرعان ما أثبت أن هذه النتوءات لم تكن ناجمة عن تفاعلات الجاذبية مع زحل، أو تأثير أقمار العملاق الغازي، أو الأقمار الصغيرة التي تشكل حلقات الكوكب.
لقد كان عام 2005 عندما أكد كاسيني أن القضبان الشعاعية مرتبطة بالمجال المغناطيسي لزحل. تم الانتهاء من تلك المهمة في عام 2017، والآن يواصل هابل مراقبته طويلة المدى للتغيرات التي تحدث في زحل وما حوله. وعلى الرغم من كل الملاحظات، لا يزال علماء الفلك غير قادرين على التنبؤ ببداية ومدة موسم القضبان الشعاعية. ولحسن الحظ، فإن حلقات زحل البارزة هي مختبر مثالي لدراسة هذه الظاهرة، لأنه على الرغم من أن الكواكب الغازية العملاقة الأخرى في النظام الشمسي لديها أيضا حلقات، إلا أنها ليست مرئية تماما. والعلماء لا يعرفون ما إذا كانت هذه القضبان الشعاعية موجودة على تلك الكواكب. لكن هذه القضبان الشعاعية ليست الظاهرة الفضائية المثيرة الوحيدة، فنظامنا الشمسي مكان رائع. إذا كنت تقف عند خط الاستواء المريخي حاف القدمين، فلن تشعر بالبرد في قدميك، فستشعر وكأن درجة الحرارة هناك في يوم ربيعي مشمس، ولكن سيتعين عليك ارتداء قبعة، فعند مستوى ارتفاع رأسك سيكون الجو باردا جدا. يدور كوكب الزهرة عكس اتجاه دوران معظم الكواكب الأخرى في النظام الشمسي والشمس نفسها. أحد التفسيرات التي توصل إليها علماء الفلك هو حدوث اصطدام في الماضي بجسم صلب قد يكون كويكبا مثلا. يحتوي قمر المشتري آيو على مئات البراكين، مما يجعل هذا القمر أكثر الأجسام نشاطا بركانيا في النظام الشمسي. ولقمر الأرض أيضا سطح أصفر غريب يبدو ملطخا ويشبه بيتزا بيبروني. يوروبا أحد أكبر أقمار المشتري الأربعة مغطى بالجليد، يمكن أن يصل سمك هذه القشرة الجليدية من 16 إلى 24 كيلو مترا، كما أن لديها بعض البقع الناعمة. لذا إذا كنت من محبي التزلج على الجليد فسوف ترغب في ذلك هناك. إذا قمت بتجميع جميع الكويكبات المعروفة في النظام الشمسي معا، فسيظل وزنها الإجمالي أقل من 10% من كتلة قمرنا. يعتقد العلماء أن نواة عطارد ربما لا تزال تحتوي على نواة منصهرة جزئيا، ويمكن أن يفسر ذلك سبب امتلاك عطارد لمجال مغناطيسي، حتى لو كان بقوة 1% فقط من قوة الأرض. يشغل قلب عطارد حوالي 42% من حجم الكوكب. يحتوي عطارد أيضا على تجاعيد، وعندما كان قلبه الحديدي يبرد انكمشت قشرة الكوكب. لقد جعل سطح الكوكب غير متساو. تسمى هذه التجاعيد نتوءات التجاعيد. يمكن أن يصل طول أكبر هذه المنحدرات والأخاديد إلى مئات الأميال، وارتفاعها إلى ميل واحد. أورانوس هو الكوكب الوحيد في النظام الشمسي الذي يدور على جانبه. قد يكون السبب هو اصطداما قويا قديم بجسم بحجم الأرض، ولكن حتى الآن لا تزال هذه مجرد نظرية. قد يحصل المريخ على مجموعة من الحلقات الخاصة به خلال 70 مليون سنة القادمة، ويدور أكبر أقماره والذي يسمى فوبوس بالقرب من الكوكب أكثر فأكثر. وفي يوم من الأيام من المحتمل أن يتفكك بسبب قوة جاذبية الكوكب الأحمر ويتحول إلى حلقة يمكن أن تستمر لملايين السنين. لن أكون متواجدا حينها، لذا سأخذ كلامهم على محمل الجد. يعتقد العلماء أن سطح القمر يحتوي على فوهات أكثر من الأرض، لأنه لا يوجد به الكثير من النشاط الطبيعي. تستمر الرياح والأمطار والزلازل والتآكل في تغيير سطح كوكبنا، لكن القمر ليس لديه طقس تقريبا لتغيير مظهره. زحل هو الكوكب الأكثر تسطيحا في النظام الشمسي. إنه مضغوط عند القطبين، وأي نقطة على خط الاستواء تبعد حوالي 6400 كيلومتر عن مركز الكوكب عن القطبين. يزن تلسكوب هابل الفضائي ما يعادل وزن فيلين أفريقيين ذكرين تقريبا، كما يبلغ طوله طول حافلة مدرسية كبيرة. نعم، هذا هو التشبيه الذي أود رؤيته، فيلان في حافلة مدرسية. لقد أجرى ما يقرب من 1.5 مليون ملاحظة منذ إطلاقه في عام 1990، وقد استخدم علماء الفلك هذه البيانات
لكتابة حوالي 15,000 ورقة علمية. كل شيء على الأرض وكل شيء يمكن للبشر رؤيته في الفضاء بمساعدة التلسكوبات هو مادة عادية، إنها مكونة من ذرات وجزيئات وتمثل أقل من 5% من الكون. ما يقرب من 68% من الكون عبارة عن طاقة مظلمة، و27% المتبقية عبارة عن مادة مظلمة. هل هذا يهم حقا؟ في واقع الأمر إنه كذلك. لدى زحل دوامة غامضة تحوم فوق القطب الجنوبي للكوكب، الأمر برمته يشبه عاصفة هائلة تشبه الإعصار، يبلغ عرضها حوالي 8,000 كيلومتر، وهذا يعادل ثلثي قطر الأرض. وما يحير علماء الفلك هو أنه على الرغم من أن الظاهرة تبدو مثل الإعصار، إلا أنها لا تتصرف مثله. زحل هو أيضا الكوكب الوحيد في النظام الشمسي الأقل كثافة من الماء. بمعنى آخر، إذا وجدت حوض استحمام ضخما بما يكفي لاستيعاب هذا العملاق الغازي، فسوف يطفو هناك مثل بطة مطاطية. لا تحدث الزلازل على سطح القمر بقدر ما تحدث على كوكبنا، ولكن عندما يحدث ذلك فإنها تحدث بالقرب من مركز القمر. ويعتقد العلماء أن الزلازل القمرية قد تكون ناجمة عن جاذبية الأرض والشمس. يتميز أحد أقمار زحل إيابيتوس بلونين غريبين، الفرق بين نصفي القمر عظيم، أحدهما مضيء والآخر مظلم بشكل مخيف، ولم يكتشف العلماء سر هذا اللغز بعد. حزام الكويكبات الوحيد الذي يعرفه علماء الفلك في النظام الشمسي يقع بين المريخ والمشتري. هناك الآلاف من الكويكبات في هذه المنطقة، إنها أجسام صلبة غير منتظمة الشكل ذات أحجام مختلفة، ولكنها جميعها أصغر بكثير من أي كوكب. قام العلماء بتحليل المحتوى الكيميائي لبعض النيازك الموجودة في الصحراء الكبرى والقارة القطبية الجنوبية وأماكن أخرى، وتبين أن بعض الصخور لها أصل مريخي، ووصل غيرها من القمر أو من حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. من يمكنه البقاء على قيد الحياة في الفضاء؟ يمكن للبشر ذلك إذا كانوا يرتدون بذلة فضاء ممتازة. علينا القول إن بذلات الفضاء مهمة للغاية في الفضاء، بدونها سيتوجب عليك البقاء داخل السفينة أو المنزل الفضائي على القمر أو المريخ. ليس لدى ناسا حالياً سوى مجموعة من بذلات الفضاء القديمة التي يمكن استعمالها خارج مركبة الفضاء مثل محطة الفضاء الدولية. يهدف برنامج أرتمس التابع لوكالة ناسا لهبوط البشر على القمر، ويخطط العلماء القائمون عليه لصنع بذلات جديدة مصممة لكل من الرجال والنساء، وقد خصص لذلك ميزانية قدرها $250 مليار. هذه البذلات الجديدة أقل ضخامة من البذلات القديمة وأكثر أناقة، لكن ما الكائنات الأخرى غير البشر التي تستطيع الحياة في الفضاء؟ أرسلت 3 حيوانات إلى الفضاء وعادت سالمة إلى الأرض، فهل يؤهلها ذلك للحياة في الفضاء؟ قضت كلبتان هما بيلكا وستريلكا يوماً داخل سفينة فضاء روسية عام 1960، وأصبحتا نجمتين حين عادتا إلى الأرض. كذلك أرسلت الولايات المتحدة شامبانزي يدعى هام في رحلة مدتها 16 دقيقة في الفضاء. يبدأ الفضاء بعد 100 كيلومتر فوق سطح البحر، ولا يستغرق الصاروخ سوى عدة دقائق ليصل إلى هناك. ارتدى هام بذلة فضاء وأدى كل مهامه في ضغط الأزرار بنجاح، وكرم في متحف تاريخ الفضاء في ألماغوردو بولاية نيو مكسيكو. لكن هل يستطيع التارديغرادا الحياة في الفضاء؟ التارديغرادا أو دب الماء هو حيوان بني اللون يشبه دباً أشيباً شديد الضآلة، وهو من أصغر الحيوانات ذات السيقان على الإطلاق. لدى دب الماء 8 سيقان، وتفتقر أغلب فصائله إلى العيون. يمكن رؤية دببة الماء باستخدام عدسة مكبرة جيدة، إذ يبلغ متوسط حجمها حوالي 0.5 ملليمتر. رش بعض الماء على الطحالب وستخرج منها دببة الماء. يمكنها السير بسرعة تساوي حوالي طول جسدها في الثانية، والجري بسرعة ضعفي طول جسدها في الثانية.
ومن السهل رؤية بيضها بسبب لونه الأبيض الناصع. أخذت وكالة الفضاء الأوروبية دببة الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية وتركتها بالخارج لمدة 10 أيام، فظلت على قيد الحياة، ظلت حية دون هواء أو ماء وفي فراغ شبه كامل ووسط إشعاع شمسي ضار وفي برودة وحرارة شديدتين. لا يبدو هذا ممتعاً، أليس كذلك؟ في تلك الظروف القاسية تعتمد دببة الماء بالكامل على هيكلها الخارجي لحماية نفسها. في التجارب المعملية استطاع الهيكل الخارجي احتمال ضغط كبير يبلغ أكثر من 6 باسكال. يا لها من بذلة فضائية! بل جرى تجميد دببة الماء لمدة 30 عاماً، وعند تدفئتها عادت للحياة وظلت قادرة على التكاثر. خلال البحث عن حياة في الفضاء وخلال استكشاف المريخ أصبح من المهم دراسة وفهم هذه الأنواع من الكائنات التي يمكنها الحياة في الظروف القاسية. إذا كان بإمكان دببة الماء أن تعيش حرفياً في كل الظروف البيئية المختلفة، فهل يمكننا أن نستنتج أن الحياة موجودة في كل مكان في الفضاء؟ محبو الظروف القاسية هي أنواع من المخلوقات تعيش في ظروف قاسية مثل ما قد نجد في الكواكب الأخرى. كهف موفل في رومانيا هو أحد تلك الأماكن ذات الظروف المختلفة التي تشبه الظروف على كوكب آخر. كل الحياة على الأرض أو بالأحرى فوق سطحها مبنية على الكربون، يعني هذا أن ذرات الكربون تتصرف كأنها مكعب ليجو كوني، فترتبط بذرات الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين لتكوين الجزيئات التي تتكون منها خلايا الكائنات الحية. لكن يختلف الأمر في كهف موفل، إنه مغلق منذ 2.5 مليون سنة على الأقل. شكلت المياه التي تتسرب عبر صخور الحجر الجيري بحيرة في الكهف، وهي مزيج من سلفايد الهيدروجين السام والمسبب للتآكل والأمونيا. ما الذي يمكن أن يعيش في هذا الحساء السام؟ إنها الكائنات الحية المعتمدة على الكبريت. يوجد نظام بيئي كامل دون ضوء أو تمثيل ضوئي في كهف موفل. تعتمد السلسلة الغذائية على التمثيل الكيميائي، أي تناول الكائنات الدقيقة مواد كيميائية قائمة على الكبريت. عثر على 33 فصيلة من الكائنات المعتمدة على الكبريت في البيئة القاسية داخل كهف موفل، مثل القريدس والعقارب والحريشة والقواقع وغيرها. كهف موفل هو عالم غريب تحت الأرض مليء بأشكال الحياة القائمة على الكبريت. إذا كانت مثل هذه المخلوقات موجودة في هذا الكهف الموجود على كوكبنا، فما الذي يمكن أن نتوقع العثور عليه في الفضاء الخارجي؟ البكتيريا. يمكن للبكتيريا أن تعيش في الفضاء الخارجي والفطريات أيضا. توجد البكتيريا في قاعدة السلسلة الغذائية، وقد ثبت أنها قادرة على الحياة في الفضاء الخارجي. في 80s شكا رواد الفضاء في محطة مير الفضائية من نمو شيء ما خارج نوافذ المحطة يعيق رؤيتهم للأرض. تبين عند الفحص أنها بكتيريا وفطريات. تعرضت النوافذ المصنوعة من الكوارتز للتلف وأصبحت ضعيفة بسبب ما كان ينمو على سطحها. عثر كذلك على فطريات تأكل النحاس على بعض الكابلات، وعثر أيضا على عفن ينمو في بعض الأماكن خارج المحطة. تعرضت محطة مير لهجوم من الكائنات الحية الدقيقة. أخذ العلماء هذا الأمر بجدية شديدة وبدأوا في دراسة الأمر. يبدو أن البكتيريا تخرج من مخابئها في البيئات المعقمة مثل الفضاء عندما لا توجد كائنات دقيقة أخرى حولها، بل قد يساعدها الإشعاع الكوني في التحور والتكيف مع بيئة الفضاء. كذلك بدا أن البكتيريا تنمو في الفضاء على نحو أسرع من نموها على الأرض. بعد سنوات قررت الولايات المتحدة إجراء تجربة بكتيرية على محطة الفضاء الدولية. غطى العلماء صخوراً بمختلف أنواع البكتيريا ووضعوها خارج محطة الفضاء الدولية. لم تتحمل بعض أنواع البكتيريا الظروف القاسية في الفضاء، لكن الكثير منها قد تحملت. عاش نوع من البكتيريا يطلق عليه OU20 لمدة 1.5 عام خارج المحطة. أجرت اليابان بدورها تجربة بكتيرية خاصة بها على المحطة نفسها، فوضعت خارج الذراع الآلية لمختبر فضاء كيبو 3 ألواح عليها نوع من البكتيريا
اسمها المكورة الغريبة المقاومة للإشعاع، وعاشت خارج محطة الفضاء لمدة 3 سنوات. وفقاً لكبير علماء التجربة اليابانية، تستطيع تلك البكتيريا الحياة 8 سنوات في الفضاء، وهي مدة كافية للذهاب إلى المريخ والعودة 4 مرات. يطرح ذلك العديد من التساؤلات المثيرة: هل يمكن أن تكون الحياة قد جاءت إلى الأرض من المريخ في حجر من الفضاء؟ والأهم، هل يمكن أن تأتينا بكتيريا معدية إلى الأرض على حجر فضائي؟ فجأة ما كان موضوعاً لكتب وأفلام الخيال العلمي أصبح موضوعاً للتدقيق العلمي. ثم جاءت نيازك المريخ. القارة القطبية الجنوبية هي أفضل مكان للعثور على النيازك لأنها مغطاة بالجليد. الجليد في منطقة تلال آلن في القارة القطبية الجنوبية ثابت في مكانه بسبب تكوين الجبل المحيط. الجليد هنا يتسامى، تعني عملية التسامي تبخر الجليد دون المرور بالحالة السائلة، بل يتحول مباشرة إلى بخار. نظراً لتسامي الجليد في منطقة تلال آلن، تتكشف جميع الشهب التي ضربت الجليد على مدى مئات أو آلاف السنوات. يقود صائدو النيازك عربات الثلوج في هذه المنطقة ويلتقطونها بالملاقيط، ولا يلمسونها أبداً حتى لا تتلوث ببكتيريا البشر. يغلفون النيازك ويرقمونها ويسجلون مكانها وأي معلومات أخرى مهمة عن النيزك. هكذا عثروا على نيزك ALH84001 الذي أتى من المريخ، يضرب الأرض حوالي 17 نيزكا كل يوم، وعلى مدى آلاف السنوات أصبح عددها كبيرا. كل مكان على الأرض تقريبا قد ضربه نيزك في وقت ما. بفارق 11 عاما، ضرب منزلين في الشارع نفسه بمدينة ويذرزفيلد بولاية كنيريكت بنيزكين وزنهما 400 جرام محدثين ثقبا في سقفيهما. لكن لا تأتي سوى القليل من النيازك النادرة من المريخ. نسب العلماء 126 نيزكا إلى الكوكب الأحمر. جاء ALH84001 من المريخ، ويعرف العلماء هذا لأن الولايات المتحدة قد هبطت على المريخ وأخذت عينات لتركيبات الصخور والغلاف الجوي. يحتوي هذا الحجر النيزكي على الغازات نفسها الموجودة في الغلاف الجوي للمريخ والتركيب الكيميائي نفسه للصخور، لكنه يضم كذلك شيئاً آخر: إنها إحدى أشكال الحياة المتحجرة. كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان الجسم الصغير الذي عثر عليه داخل ذلك الحجر النيزكي هو نوع من البكتيريا المتحجرة أم مجرد ترسبات كيميائية. لكن تؤكد الدراسات التي أجريت على محطة الفضاء الدولية أن البكتيريا يمكنها الحياة لفترة طويلة في الفضاء، لذا فمن الممكن أن تقطع بعض البكتيريا الرحلة إلى الأرض من المريخ داخل أحد النيازك. مؤخراً وجدت مركبة بيرسيفيرنس الأمريكية الجوالة التي تستكشف المريخ جزيئات عضوية داخل صخور المريخ. هذه الجزيئات العضوية مكونة من الكربون والهيدروجين. لن يعرف ما إذا كانت هذه الجزيئات ناتجة عن كائنات حية أم مجرد تفاعلات كيميائية حتى ترجع العينات إلى الأرض في وقت ما قبل عام 2030. البحث عن الحياة على المريخ مستمر، لكن المريخ ليس المكان الوحيد في النظام الشمسي الذي قد توجد فيه حياة. الاحتمال الآخر هو قمر أوروبا الذي يدور حول كوكب المشتري، تغطيه بالكامل أميال من الجليد المائي السميك. قد يضم قمر أوروبا محيطاً من المياه المالحة تحت قشرة الجليد. للجليد تأثير يشبه الأغطية العازلة، مع احتمال وجود عمليات حرارية داخلية في مركز القمر، أي أن مياه المحيط في قمر أوروبا قد تكون دافئة. تخطط بعثة التحليقات المتعددة حول أوروبا للتحقق من وجود شروط الحياة على قمر أوروبا. من خلال الدوران فوق قمر أوروبا، ستحاول البعثة التي ستحمل 9 أجهزة رصد ملاحظة كل شيء يمكن أن يحدث تقريباً، مثل التركيب الكيميائي الغامض للمادة الحمراء الغريبة التي تخرج إلى السطح الجليدي من المحيط الواقع تحته. ماذا يمكن أن تكون هذه المادة الحمراء؟ هل يمكن أن تكون مزيجاً كيميائياً معيناً؟ أم قد تكون كريليات؟ أم قريدس؟ أم أسماك؟ أم بعض من أشكال الحياة مثل تلك الموجودة في كهف موفل؟
أم بقايا أحد معلقي الجانب المشرق؟ تابعونا فربما نعرف يوما ما. لقد تدربت على هذا لسنوات. أنت تعلم أنك جاهز. أنت واقف على عتبة الباب، تأخذ نفسا عميقا وتفتحه بشجاعة. أنت تقفز خارج محطة الفضاء الدولية إلى الفضاء الواسع. تقول على جهاز الإرسال: هذا لا يصبح قديما أبدا. تشعر وكأنك ريشة كلما تحركت في الفضاء، باستثناء البدلة بالطبع. صحيح ما قاله لك ذلك الرجل ذات يوم: بدلات رواد الفضاء تحد من نشاط جسمك، تمكنك من الحركة بنسبة 20%. بالنسبة لك هذا يعني أن لديك فرصة أكبر بنسبة 20% لأن تكون أخرقا في الفضاء الخارجي، وهذا ليس احتمالا جيدا أبدا. ليس هناك مجال كبير للخطأ أثناء السير في الفضاء. وصلت أخيرا إلى ميناء الإرسال. تنظر حولك وترى الجزء الذي يحتاج إلى إصلاح في المحطة. هذا هو المكان الذي ترسو فيه المكوكات الفضائية الأخرى عندما تأتي من الأرض أو الكواكب الأخرى. منذ حوالي أسبوع أخطأ مكوك قادم من كوكب المشتري في تقدير الهبوط وكسر قطعة من الميناء. لقد قمت بربط الدرع الجديد بحزام بدلتك. الآن كل ما عليك فعله هو تثبيته على المحطة. لقد أمضيت ساعات في التدريب تحت الماء للقيام بذلك. لقد ارتديت بدلة ثقيلة وساخنة وغير مريحة داخل حمام السباحة من أجل الحصول على التدريب الذي تحتاجه. أنا قادمة، سارة تصرخ على جهاز الإرسال. ليس لديك حتى الوقت لتسأل ماذا، حيث أن عاصفة سريعة بشكل سخيف من الحطام الفضائي تفاجئك وتهز كل شيء من حولك. تحاول التمسك بالحزام الذي يحافظ على سلامتك، ولكن لا، قطعة من الحطام ضربت للتو درع الخوذة الخاص بك. ادخل يا بوب، هل أنت بخير؟ تسألك سارة عبر الراديو. لقد صدمت قليلا من التأثير، لكن كل شيء يبدو على ما يرام. لقد اختفت النيازك أخيرا، لذا يمكنك التركيز على مهمتك الآن. تسحب الحبل الذي يربط درع الإرساء الجديد بالقرب من جسدك، لكن الجزء الآخر من الحبل لا يحتوي على شيء. أنت تفكر في نفسك: ادخلي سارة، لدينا درع مفقود. وأكرر، لدينا درع مفقود. هذا وضع خطير للغاية وأنت على علم به. أي شيء يسقط في الفضاء يمكن أن يدخل في تصادم مع محطة الفضاء الدولية أو مع المركبات الفضائية الأخرى. تحاول أن تتذكر تدريبك، ولكن عقلك يصبح فارغا. هذا أسوأ من تلك المرة التي كسرت فيها الجرة الخزفية المفضلة لصديقتك. سارة، رائدة الفضاء الأخرى التي معك على متن السفينة، تصرخ بالكلمات على جهاز الإرسال. لا بوب، أخبرني أنك لم تفعل هذا. هذه كارثة كاملة. أنا قادمة للخارج. يمكنك اكتشاف الدرع الموجود أسفل محطة الفضاء الدولية. إنه بحجم باب سيارة متوسط الحجم ويتحرك بسرعة كبيرة. إليك ما يمكن أن يحدث في هذا السيناريو: يمكن أن يعود الدرع إلى الأرض ويخترق الغلاف الجوي. من المحتمل أن تشتعل فيها النيران ويتفكك في الطريق إلى الأسفل، ولكن على أي حال سيجعل هذا ناسا وأنت تبدوان سيئين للغاية. الخيار الآخر هو أن الدرع الذي يبلغ حجمه حجم باب السيارة يكتسب زخما ويدور على طول الطريق ليضرب محطة الفضاء الدولية ويضربك أنت أيضا، أو بعض الأقمار الصناعية التي تصادف وجودها في مدار مماثل. هنا يكمن الأمر بأكمله. إذا كنت تعتقد أن الفضاء هو فراغ لا نهائي، فقد فهمت هذا الجزء بشكل خاطئ. منذ أن بدأت بلدان مختلفة في بناء معدات قوية بما يكفي للسفر في الفضاء، أصبح الفضاء أكثر ازدحاما من أي وقت مضى. ليس بسبب وجود الناس، ولكن بسبب وجود الأقمار الصناعية والكويكبات والحطام الفضائي. لقد تفاجأت عندما علمت أن الأرض تستقبل زخات نيزكية كل يوم، لكنها صغيرة جدا بحيث لا يلاحظها أحد على سطح الكوكب، وعادة ما تتحول إلى رماد قبل أن تصل إلى الأرض. ولكن هذا ليس كل شيء. ما حدث لك للتو في هذه المهمة حدث في عدة مهمات أخرى من قبل. يستمر رواد الفضاء في فقدان الأشياء في الفضاء الخارجي، لدرجة أن ناسا اضطرت إلى إنشاء قسم لتعقب ومراقبة مدار جميع الحطام الذي يطفو بلا مبالاة. لن تصدق ذلك عندما يخبرك أحد الأشخاص أن هناك أكثر من 23,000 قطعة من الحطام بحجم الكرة اللينة تتجول في الفضاء. وإذا كنا نتحدث عن أجسام أصغر،
فسيصل هذا العدد إلى نصف مليون. بينما كنت على وشك فك قيود نفسك والمغامرة بشكل خطير عبر الفضاء الخارجي دون أي حماية، لاحظت أن سارة قد سبقتك في ذلك. لا يمكنك السماح لها بالقيام بذلك بمفردها، لذا قررت أن ترافقها. لمعلوماتك، هذا يتعارض مع كل كتيب وتدريب لوكالة ناسا تلقيته في حياتك. لكنك تعتقد إذا نجح هذا في أفلام الخيال العلمي فلابد أن ينجح معنا، على الرغم من أننا نعلم جميعا أن هذا بعيد جدا عن الحقيقة. سارة قريبة من درع الحطام، لكن وزن جسمها يجعلها تدور في اتجاه مختلف تماما. حسنا، تفكر في نفسك، هذا هو دورك للتألق وأن تكون بطلا. تحاول تحريك ذراعيك كما تفعل تحت الماء، لكن لا يوجد احتكاك في الفضاء. لا يمكنك السباحة في طريقك لإنقاذ المعدات المارقة. تحاول الاتصال بسارة لكنها لا تأتي. أعتقد أنك بمفردك الآن. لسبب ما تبدأ في الدوران في مسار مشابه لدرع باب السيارة العائم. لابد أن هذا بسبب مقدار الأشياء التي ربطتها بنفسك، أو ربما كان بوريت الإفطار الذي تناولته في ذلك الصباح. تشعر وكأنك جورج كلوني في فيلم الجاذبية. لا، الأفضل من ذلك أن تشعر وكأنك أوبي وان كينوبي. نعم، أنت تشعر بالقوة الآن. تبقي يديك ممدودتين أمام جسدك على أمل أن تصطدم بلطف بالحطام الفضائي. وثلاثة، اثنان، واحد، وكان الهبوط ناجحا. فقط أمزح، لكن نعم، لقد تمكنت من الالتحام مع الحطام. مرحى. ماذا الآن؟ أعتقد أنك بحاجة إلى مراجعة خطتك هذه لفترة أطول قليلا، أليس كذلك؟ لا تزال بلا وسيلة لتوجيه الحطام، والآن ليس لديك أي وسيلة للاتصال بمركز التحكم في المهمة وإخبارهم بأن الجسم وأنت في طريقك إلى مكان ما. لا تخف، أنت لم تأتي إلى هذا الحد لتخاف. ما هو أفضل شيء يمكنك القيام به؟ أولا، التقط صورة ذهنية للأرض، إنه منظر لا يفوت أبدا من هنا. بعد ذلك تحاول عرض السيناريوهات المحتملة التي قد تحدث في الموقف الذي تتواجد فيه. لن يكون وزن جسمك الطبيعي كافيا لإخراجك من مدار الأرض. في السيناريو الافتراضي الذي حدث فيه هذا، من المحتمل أن يتم تفريغك في مدار كوكب الزهرة وتقضي فترة غير سارة من حياتك حول حرارة هائلة. على الرغم من أن كوكب الزهرة يمثل الحب في الأساطير اليونانية، إلا أنه لا يوجد شيء جميل في الدوران بالقرب من هذا الكوكب، وأنت تعرف ذلك. إذا اقتربت كثيرا فلن تتمكن بدلة الفضاء الخاصة بك من تحمل الحرارة أبدا. إنها مصنوعة فقط لتتحمل درجات حرارة تصل إلى حوالي 250 درجة فهرنهايت، ويمكن أن تصل درجة حرارة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة إلى 700 درجة فهرنهايت. لكن بصراحة السيناريو الأسوأ هو أبسط من ذلك بكثير. قد تقرر بدلتك الفضائية إغراق أذنيك وأنفك وفمك في الماء. نعم، لقد حدث هذا أثناء السير في الفضاء قبل مسيرتك الفضائية. كما ترى، من أجل الحفاظ على برودة بدلتك الفضائية تعتمد البدلة على ما يعادل جالونا من الماء لتعويض نظام التبريد، هذا النظام الذي من المفترض أن يرسل الهواء المعاد تدويره إلى الجزء الخلفي من خوذتك يتسرب أحيانا. وبما أنك عالق في وسط اللامكان الكبير، فلن يكون لديك سوى هذا المكان الذي تهرب إليه. لكن انتظر، ما هذا الذي يلوح في الأفق؟ إنه مكوك فضائي معياري. تحاول الصراخ، لكن لا أحد يستطيع سماعك خارج خوذتك. أنت تلوح بيديك. لكنه لا أحد يراك، قالت سارة. أخيرا، استغرق الأمر وقتا أطول مما كنت أرغب في العثور عليك. من الواضح أنها عادت إلى المحطة الفضائية في الوقت المناسب لتجدك قبل أن تصبح تائها في الفضاء بالتأكيد. تقول: أعتقد أنني سأخسر بعض نقاط رواد الفضاء بسبب هذه المغامرة الصغيرة، أليس كذلك؟ ونعم، بالتأكيد سوف تفعل ذلك. من حيث نقف، تبدو الشمس هادئة وسلمية للغاية، ولكن مثل البشر وككل العالم الحي بأكمله، فإن الشمس لها مراحلها الخاصة عندما تكون أكثر أو أقل نشاطا. كل ما في الأمر هو أن العواقب تكون أكبر وأكثر فوضوية عندما تصبح الشمس مفرطة النشاط. دعونا نكبر الصورة لنرى ما يحدث هناك. إحدى الطرق التي نقيس بها نشاط نجمنا هي عن طريق حساب البقع الشمسية على سطحها. البقع الشمسية هي بقع داكنة تتشكل عندما يتشابك المجال المغناطيسي للشمس. والأمر بسيط، كلما زادت البقع الشمسية كلما كانت شمسنا أكثر نشاطاً.
ويبدو أن الشمس كانت تحتفل بجنون مؤخرا. عدد البقع الشمسية التي شاهدها العلماء هو الأعلى منذ ما يقرب من 21 عاما. وفي شهر يونيو ظهرت على سطح الشمس 163 بقعة شمسية، آخر مرة كان لدينا هذا العدد الكبير من البقع الداكنة على الشمس كانت في سبتمبر من عام 2002 عندما كان هناك 187 منها. يبدو أن هذه الحفلة الفوضوية تقترب من ذروتها، وهذا شيء نسميه الحد الأقصى للطاقة الشمسية. كيف يحدث كل هذا؟ المجال المغناطيسي للشمس قوي ومنظم في مرحلة ما، ولكن كما قلنا يأتي أحيانا وقت ينتهي فيه الأمر إلى حد ما بالتشابه، نوعا ما مثل كرة من الأربطة المطاطية التي يتم مزجها معا بإحكام شديد. وهذا يعني أيضا أن البلازما ترتفع من السطح وتشكل حلقات وتسبب فوضى في شكل التوهجات الشمسية، وهو ما نسميه قذف الكتلة الإكليلية. وذلك عندما تصبح البلازما الموجودة في الغلاف الجوي العلوي للشمس والتي تسمى الإكليل مجنونة وتنفجر بقوة شديدة. ثم في مرحلة ما هذه الكرة تستقر وتنقلب تماما وتحول القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي والعكس. كل هذا يحدث كل 11 عاما أو نحو ذلك. لذلك عندما تدخل الشمس في هذه المرحلة، عندما تصبح نشطة للغاية وتطلق النار، تخرج النقاط الساخنة من البلازما وتحصل على بقع داكنة كبيرة بحجم الكواكب، وتطلق انفجارات قوية من الطاقة والإشعاع. يحدث شيء رائع عندما تصبح الشمس أكثر نشاطا، وهو ما يسمى شلال البلازما أو بروز التاج القطبي PCP. إنه مثل ثوران صغير يبدأ في الشمس ويبدو أنه يحاول الابتعاد، لكن المجال المغناطيسي للشمس يسحبه مرة أخرى قبل أن يتمكن من الهروب إلى الفضاء. وهذا الشلال البلازمي مذهل حقا، حيث يصل ارتفاعه إلى 62 ألف ميل فوق السطح. يبدو الأمر كما لو كنت تقوم بتكديس 8 كواكب أرضية فوق بعضها البعض. بعد ذلك هناك شيء يسمى الدوامة القطبية، إنها مثل هالة عملاقة من البلازما تدور حول القطب الشمالي للشمس بسرعة كبيرة. تحدث هذه الدوامة عندما تنفصل مجسات كبيرة من البلازما وتعود نحو السطح، على غرار كيفية تشكل شلال البلازما. ولا يعرف العلماء سبب بقاء هذه البلازما فوق سطح الشمس لفترة طويلة. وأحد الأمثلة الرائعة على الانبعاث الإكليلي كان نموذجا عملاقا على شكل الفراشة في مارس هذا العام. لقد حصل على شكل غير عادي لأنه انفجر على جانب الشمس الذي لم نتمكن من رؤيته، لذلك كان من المستحيل قياس مدى قوته بشكل كامل. ولحسن الحظ لم تنفجر تلك القنبلة في اتجاهنا، ولكن ربما يكون قد ضرب عطارد قليلا، ومن الممكن أن يكون قد تسبب في إزالة بعض الغبار والغاز لأن عطارد لديه مجال مغناطيسي ضعيف. كل هذا يبدو رائعا من الناحية النظرية، لكنه ليس خبرا جيدا بالنسبة لنا. وبسبب كل هذا قد نواجه المزيد من العواصف الشمسية الشديدة، والذي يؤدي مرة أخرى إلى العواصف المغناطيسية الأرضية على الأرض. وهذه لا تبدو مثيرة للقلق فحسب، بل إنها كذلك بالفعل. إنها تخلق الفوضى وتعطل المجال المغناطيسي لكوكبنا. صحيح أن العواصف الجيومغناطيسية يمكن أن تخلق أضواء شمالية جميلة، لكننا جميعا نفضل الاستمتاع بجمال مثل الشفق القطبي في الظروف العادية أو مجرد مشاهدة غروب الشمس القديم فوق المحيط. لا يعني ذلك أن كل عاصفة شمسية ستضرب الأرض بالضرورة، حتى لو كان هناك المزيد منها. للوصول إلى كوكبنا يجب توجيهها في الاتجاه الصحيح في اللحظة المناسبة. ولكن إذا حدث ذلك يمكن للعاصفة أن تؤين الغلاف الجوي العلوي، وحينها وداعا للاتصالات يمكن أن يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي مؤقتا لأنظمة مثل نظام تحديد المواقع العالمي GPS والراديو. إنها ليست بالضرورة مشكلة كبيرة في حد ذاتها، ولكنها يمكن أن تكون خطيرة جدا إذا حدثت في الوقت الخطأ.
كما هو الحال أثناء حدوث تسونامي أو زلزال. يمكن أن تؤدي العواصف أيضاً إلى إتلاف البنية التحتية الكهربائية مثل خطوط السكك الحديدية وشبكات الكهرباء. إذا كنت على متن طائرة في ذلك الوقت فقد تتعرض لمستويات أعلى من الإشعاع. لا يزال من غير الواضح مدى خطورة ذلك بالنسبة لك، لكنه قد يشكل مشكلة خطيرة لرواد الفضاء. عندما تعبث العواصف الشمسية بالمجال المغناطيسي يمكن أن يؤثر ذلك على هجرة بعض الحيوانات مثل السلاحف البحرية والحيتان والطيور. بما أن الأشياء في المملكة الحيوانية تعمل في الغالب وفقا للنظام الطبيعي، فمن يعرف كيف تمر هذه الحيوانات بهذه التغييرات أو حتى تنجو منها؟ وعندما تكون الشمس في أقصى نشاطها فإن الأقمار الصناعية في الفضاء تكون في مشكلة أيضا. قد تصطدم ببعضها البعض أو قد يتراجع البعض حتى إلى الأرض، وهو أمر رائع مرة أخرى في الأفلام التي تحتوي على أبطال خارقين ويمكنهم التعامل بسهولة مع هذه الأشياء. نأمل أن نتجنب عاصفة شمسية ضخمة مثل حدث كارينغتون. وكانت القصة مشابهة. في أغسطس 1859 شاهد علماء الفلك في جميع أنحاء العالم كيف أصبح عدد البقع الشمسية أكبر وأكبر، وكان من بينهم رجل يدعى ريتشارد كارينغتون. في بداية شهر سبتمبر كان يرسم البقع الشمسية عندما أعماه وميض من الضوء فجأة. استغرق الأمر حوالي 5 دقائق لكنه كان مذهلا، ووصفه فيما بعد بأنه توهج الضوء الأبيض. لقد كان قذف الكتلة الإجليلية قويا جدا، وفي 6 ساعات فقط قطعت هذه العاصفة الطريق الطويل بين الشمس وكوكبنا وأطلقت العنان لقوتها علينا، على الرغم من أن هذا يستغرق عدة أيام. وعندما بدأت هذه العاصفة جنت أجهزة التلغراف في جميع أنحاء العالم، وتعرض المشغلون لصدمات كهربائية واشتعلت النيران في الورق. كان الناس خائفين ومرتبكين حقا لأنهم لم يروا مثل هذه السماء الساطعة من قبل، حتى أن البعض اعتقد أنها كانت نهاية العالم. في اليوم التالي كان عمال التلغراف ما زالوا غير قادرين على العمل بشكل صحيح لأن الغلاف الجوي للأرض كان لا يزال مشحونا، حتى أنهم تمكنوا من إرسال رسائل باستخدام التيار الشفقي بدلا من الكهرباء العادية. ولكنها جلبت شيئا لا يصدق أيضا، شفق مذهل في السماء. يمكن للناس في هاواي وكوبا رؤية الأضواء الشمالية الجميلة، في حين أن أولئك الذين يعيشون بعيدا عن الشمال مثل تشيلي يمكنهم رؤية الأضواء الجنوبية. كل شيء يتصاعد ببطء ولكن بثبات. خذ التوهجات الشمسية على سبيل المثال، هذه هي رشقات نارية قوية من الطاقة من الشمس. في 2022 كانت هناك توهجات أكثر ب5 أضعاف من تلك التوهجات مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى أقواها أصبحت أقوى وأكثر شيوعاً من ذي قبل أيضاً. وقد يكون هذا أكثر تطرفاً مما يعتقده أي شخص. بالإضافة إلى ذلك من المحتمل أن يبدأ الأمر في وقت أبكر قليلاً مما توقعنا. اعتقد العلماء في البداية أن الذروة ستكون في 2025، ولكن يبدو أنه يمكن أن يحدث حتى بحلول نهاية 2023. لا يمكننا حماية أنفسنا بشكل كامل إذا ضربتنا عاصفة شمسية بشكل مباشر، ولكن لا يزال بإمكاننا القيام ببعض الأشياء مثل الطائرات الأرضية وضبط مسارات الأقمار الصناعية في الفضاء ومحاولة التأكد من بقاء البنية التحتية الضعيفة آمنة. للقيام بكل هذا نحتاج إلى تنبؤات أفضل للطقس الشمسي لمساعدتنا على الاستعداد للأسوأ. قد يبدو كل هذا سيئا للغاية في البداية، لكن لا تقلق، فالتوهجات الشمسية لن تدمر كوكبنا. إنها ترسل مواد شمسية مشحونة نحونا بسرعات عالية جدا، لكن ليس الأمر كما لو أننا محكوم علينا بالفشل تماما إذا أصابتنا هذه الأشياء. كوكبنا لن يتركنا دون حماية. لا يزال لدينا الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي الذي يبقينا آمنين نسبيا.
غلافنا الجوي السميك يشبه الدرع الذي يحجب الإشعاع الذي قد يؤذينا، لذا يمكن أن تؤثر هذه التوهجات الشمسية في الغالب على التكنولوجيا، لكنها لن تدمر الأرض. أعتقد أن لدينا أبطالنا الخارقين بعد كل شيء. جبل تارانكي بقمته الثلجية يتوسط منتزه إيغمونت الوطني لنيوزيلندا، وتحيطه غابة كثيفة داكنة اللون تخلق دائرة خضراء قاتمة حول المنطقة، ومن الأعلى تبدو الدائرة كأنها مثالية تقريبا، وكل ذلك بسبب المزارعين المحليين، فهم يستعملون التربة الخصبة قدر الإمكان، فنتج عن ذلك تباين لوني ساحر. بركان بشكل مخروطي مثالي، وهذه ظاهرة جيولوجية نادرة، انفجر بضع مرات على مر 100,000 سنة، ازداد طولا واتساعا بعد كل ثوران، وتنبأ العلماء بأنه بعد حوالي 50 سنة يمكن أن يحول هذا البركان المنطقة المحيطة به إلى بومبي جديدة. في إيطاليا ثمة منطقة فريدة من نوعها تسمى الأرنب العملاق الوردي، يمكنك العثور على هذا المشروع الفني الهائل في الحقول الخضراء لجبل كوليتو فافا في شمال إيطاليا. ظهر الأرنب بطول 60 مترا وبارتفاع 6 أمتار في سنة 2005، ابتكر على يد المجموعة الفنية جيليتين من فيينا. لا يتمتع بتصميم غريب وفريد من نوعه فحسب، بل إنه منسوج أيضا. استغرق الفريق 5 سنوات لإنهاء هذا الجسم الناعم، كان في السابق كأي دمية محشوة، وأمكن للزوار تسلق الأرنب والتقاط صور للمشاهد من حوله. لكن بما أنه موضوع فوق التلال فقد اهترأ، خاصة أنه كان معدا ليدوم 20 سنة كحد أقصى. تحول الأرنب الوردي الزاهي إلى أرنب رمادي ويكاد يختفي تقريبا. إن نظرت إلى صور القمر الصناعي لخرائط جوجل في وقتنا الحالي لن ترصد سوى خطوطه العامة فحسب. يعد النبع المنشوري الكبير في منتزه يلوستون من ولاية وايمونغ أحد أجمل المشاهد على الإطلاق حتى على المستوى الأرضي، لكن من الأعلى يبرز الجمال الصارخ للخطوط البرتقالية والصفراء والخضراء. إنه أحد أكبر الينابيع الحارة في العالم، إذ يتجاوز حجم ملعب كرة قدم بقطر 110 أمتار. تسافر المياه الحارة 36 مترا إلى السطح. الينبوع أرضية خصبة لتكاثر البكتيريا التي تهوى الحرارة وتغير لونها في المياه الباردة. اكتشف مخرج سينمائي خلال بحثه عن منطقة غير اعتيادية لتصوير فيلمه جزيرة غامضة تطفو فوق المياه في شمال شرق الأرجنتين. إنها مستديرة تماما تقريبا ومحاطة بغابات كثيفة، مما يمنحك شعورا غريبا. لا عجب بأن المكان قد لقب بالعين. بالاعتماد على تقنية التصوير المتقطع على جوجل إيرث، اتضح أن الأرض الداخلية تتحرك في الأرجاء ولا تظل ساكنة كما كان يعتقد من قبل. قطعة أرض مستديرة بقطر 120 مترا يتفاوت سمكها بين عدة سنتيمترات إلى عديد الأمتار، تطفو بأريحية في المياه الزرقاء الصافية، حتى أنها تدور ببطء تدفعها المياه الباردة من الأسفل. لا يزال الماء موضوعا للدراسات، فهو فريد من نوعه مقارنة بالمنطقة التي تحيط به. من الأعلى ليست سوى جزيرة صغيرة في خليج هومبوش في أستراليا، لكن إن كبرت الصورة سيتغير المنظور. بما أنه كان في السابق ميناء تجاريا ناجحا، ظلت 4 سفن مهجورة فيه لصعوبة تحريكها من مكانها، وما أن تقاعدت عن العمل تركت في الخليج ونسي أمرها. تحولت سفينة SS آيرفيلد من سفينة متهالكة إلى محمية طبيعية جميلة وصغيرة، تزدان بأشجار الأيكة الساحلية التي استحوذت على السفينة وتعمل على تدمير هيكلها ببطء. في صحراء غوبي في الجزء الشمالي الشرقي للصين، ظهرت رموز غريبة في مناطق معينة، أدى ذلك إلى العديد من النظريات عن ماهيتها وأصولها. ربما هي رموز عتيقة مثل خطوط نازكا التي عثر عليها في بيرو. تفاوتت التخمينات من تأثيرات طقس غريبة وخطوط أنابيب لإحدى الشركات المستقبلية إلى مناطق للتدرب على التصويب، لكن تبين أن هذه التخمينات أبعد ما تكون عن الواقع، فهي مجرد رموز خاصة تستعمل لمعايرة كاميرات الأقمار الصناعية الصينية. تعد بادلاندز غارديان في والش في كندا من أشهر وأروع المناطق التي يمكنك العثور عليها في جوجل إيرث.
تبدو كرأس رجل محفور في المعالم الطبيعية مع عصابة رأس من الريش كالتي كان يرتديها السكان الأصليون لأمريكا. لابد من أنه تصميم عصري لأن الوجه يبدو أيضا كأنه يرتدي سماعات الأذن. لسوء الحظ إنه مجرد طريق يوجد في طرفه منصة للتنقيب عن النفط. على المستوى الأرضي ليس هذا التصميم مدهشا كما يخيل لك، بل هو مجرد وجه صخري يتغير بفعل فصول السنة. هذه الظاهرة ليست سوى تأثير باريدوليا، ذات التأثير الذي يجعلك ترى أجساما في الغيوم. من المؤكد أنك ستتفاجأ لدى رؤية بحيرة على جزيرة في بحيرة على جزيرة أخرى، لكن المكان في حد ذاته قد اكتشف بفضل جوجل إيرث. جزيرة صغيرة تسمى نقطة فولكون تقع داخل بحيرة فوهة بركان على جزيرة البركان داخل بحيرة أخرى، وهي بحيرة تال على جزيرة لوزون الفلبينية. إنها واحدة من بحيرتين فقط في العالم اكتشفناها من هذا النوع. لا يزال بركان تال نشطاً، وبسبب البحيرة الكبيرة داخل الفوهة ثمة خطر تسونامي بركاني. يمكن للتسونامي أن ينشأ من الحطام الذي يقع في البحيرة بعد الثوران البركاني، فقد يخلق ذلك أمواجاً في البحيرة يمكن أن تمتد على جوانب الفوهة. ظهرت دوائر المحاصيل فايرفوكس في حقل ذرة في أوريغون في سنة 2006، لكنها لم تكن ظاهرة غامضة أو نادرة. بمناسبة الاحتفال بتحميل متصفح الويب لخمسين مليون مرة، قام فريق من مستخدمي لينكس من جامعة ولاية أوريغون بإنشاء هذا الشعار العملاق. إنه أعرض من 4180 متراً مربعاً. داس أفراد الفريق على جميع السيقان بشكل دائري تقريباً، وأكملوا المهمة في أقل من ساعتين بعد أسبوعين من التخطيط الدقيق. يتجاوز قطر الدائرة النهائية أكثر من 60 متراً ولا يمكن رؤيتها من الطريق. لن تتمكن من تأمل معالمها إلا من السماء. عثر على أجمل البرك المائية الزرقاء في منجم إنتري بيت بوتاش بالقرب من مواب التابعة لولاية يوتا. يتشكل ملح البوتاس في المناطق الصحراوية حينما تجف البحار أو البحيرات الداخلية، وبينما تتبخر المياه تترك خلفها رواسب ملح البوتاسيوم. لون معظم البرك المتبخرة أحمر، لكن أضيفت بعض الصبغة اللونية إلى هذه الأجسام المميزة. تمتص المياه الداكنة المزيد من أشعة الشمس والحرارة وتسرع من عملية التبخر، وينتج عن ذلك تزايد الأملاح بسرعة هائلة. المشاهد الجوية الساحرة لهذه البرك مكافأة إضافية. إن إنشاء أكبر شعار إعلاني على وجه الأرض أمر تحلم بفعله جميع وكالات التسويق، وحققته شركة كوكاكولا في سنة 1986. الشعار هيكل كبير للغاية ولا يمكن رؤيته بالكامل إلا من الجو. المشكلة الأكبر في مثل هذه الإعلانات التجارية أن لا أحد تقريبا يعرف عنها شيئا. هذا الإعلان العملاق لكوكاكولا بطول 50 مترا وبعرض 120 مترا بني بالاعتماد على 70,000 عبوة كوكاكولا فارغة في منطقة أريكا في شمال تشيلي. وضع النصب العملاق للاحتفال بالذكرى 100 للعلامة التجارية. جيتار بهذا الحجم لا يمكن رؤيته وتأمله سوى من ارتفاعات هائلة في السماء. تقع هذه الغابة غريبة الشكل في جنوب قرطبة في منطقة بامباس في الأرجنتين، تعرف بلقب غابة الجيتار، وتمتد على طول 800 متر. تحتوي أيضاً على أكثر من 7,000 شجرة سرو وأوكاليبتوس. تمكن مزارع أرجنتيني بعمر 74 سنة من تحويل قطعة الأرض إلى مشهد سحري بمساعدة من أبنائه، وفعل كل ذلك لتكريم ذكرى زوجته العزيزة. على ارتفاع شاهق تبدو هذه المنطقة كأنها تشكيلة من الصخور في وسط البحيرة، لكنها في الحقيقة مسبح فرس النهر في تنزانيا. مخلوقات فرس النهر شائعة في أنهار هذه المنطقة، لكن هذا المكان هو بلا شك الأفضل في سيرينجيتي لتأملها تلهو في الأرجاء. يمكن لهذه الحيوانات السباحة في مجموعات كبيرة لحوالي 200 فرس نهر تلهو وتحتل كل شبر من النهر. إن لم تستطع الذهاب إلى تنزانيا لتأمل هذا المشهد، سيعطيك جوجل إيرث فرصة عيش هذه التجربة بأمان من منزلك. ثمة العديد من المسابح كبيرة الحجم في العالم، لكنها لا تضاهي مسبح سان ألفونسو ديل مار، وهو منتجع خارج سانتياغو في تشيلي. كلف بناء أكبر مسبح في العالم قرابة $2 مليار، وهو بحجم حوالي 16 ملعب كرة قدم.
يؤخذ ماء المسبح من المحيط الهادئ، تتم تصفيته ومعالجته عدة مرات في اليوم لإبقاء المسبح العملاق نظيفاً. ثم مسبح من المياه المالحة داخل هرم زجاجي كبير، هذا إن كنت تود سباحة في مسبح داخل المسبح، أليس ذلك محيراً؟ نموذج لولبي غريب وغامض ظهر في صحراء مصر سنة 1997، حينما اكتشف التصميم لأول مرة على جوجل إيرث أثار ضجة بشأن ماهيته. تواصل ذلك حتى تبين بأنه ليس إلا نصب فني عملاق يسمى نفس الصحراء. اللولبان المتشابكان مختلفان تماماً، أحدهما كومات من الرمل في شكل شبيه بالمخروط، والثاني عبارة عن فوهات مصغرة. حينما انتهوا من إنشاء هذا النصب، كان اللولبان يشيران إلى مركز مسبح مائي دائري، لكن منذ ذلك الحين جفت المياه بالكامل. ماذا لو انفجرت الشمس؟ حسناً، يمكنك تخمين أنها ستكون أخباراً سيئة للغاية بالنسبة لنا. حسناً، كان هذا مقطع فيديو قصيراً بالتأكيد، أليس كذلك؟ لا، انتظر، لدي المزيد. إذا انفجرت الشمس، فستحدث الفوضى في نظامنا الشمسي، لكن العلماء يخبروننا أن هذا سيحدث بالتأكيد يوماً ما، ولكن لماذا؟ كيف ستتطور الأمور بالضبط؟ وهل من الممكن أن ننجو بطريقة ما من هذا؟ هيا نتحدث عن ذلك. أولاً، استعد لرحلة إلى قلب الشمس. قلب الشمس مليء بذرات الهيدروجين، هذه الذرات متحمسة جداً لدرجة أنها تصطدم ببعضها بكل قوتها، وعندما تتصادم يحدث شيء سحري يسمى الاندماج النووي، وفي مهرجان الاندماج هذا تتحد ذرات الهيدروجين لتشكل ذرات الهيليوم. إنها تجربة كيميائية لكن على نطاق واسع. خلال هذا الاندماج النووي يتم تحويل جزء صغير من كتلة ذرات الهيدروجين إلى كمية هائلة من الطاقة. إنها معادلة أينشتاين الشهيرة عن تكافؤ الكتلة والطاقة في حيز التنفيذ. يتم إطلاق العنان للطاقة على شكل ضوء وحرارة، وتشع إلى الخارج لإضاءة النظام الشمسي بأكمله. وبمجرد أن تبدأ كل هذه العمليات، تنضم مجموعة من الجسيمات النشطة التي تسمى الفوتونات إلى هذا الحفل المرح. تشبه هذه الفوتونات حزماً صغيرة من الضوء ترتد وتتحرك في كل الاتجاهات. إنها تلعب دوراً حاسماً في نقل طاقة الشمس عبر الفضاء وإضاءة عالمنا وتدفئة كوكبنا المريح. ولكن للحفاظ على استمرار كل هذا حتى لا تهرب الذرات وتحدث فوضى كاملة، يجب أن يكون قلب الشمس تحت ضغط هائل. يأتي هذا الضغط من الوزن الهائل للطبقات الخارجية للشمس التي تضغط على قلب الشمس، تضغط الطبقات الخارجية على اللب الداخلي. لكن الطبقات الداخلية لا تستسلم، تحاول الطاقة الناتجة عن الاندماج وحفلة الفوتونات الصاخبة جاهدة الهروب من قلب الشمس، لكن النواة كثيفة جدا، حيث أن الضغط كبير جدا لدرجة أن الطاقة تأخذ وقتا لتشق طريقها للخروج. إنها ترتد ويتم امتصاصها وإعادة انبعاثها بواسطة جزيئات أخرى، وفي نهاية المطاف وبعد فترة طويلة تصل إلى سطح الشمس وتنطلق في الفضاء وتصل إلينا في هيئة ضوء الشمس. والآن أنت تعرف كيف تعمل الشمس، الآن ماذا سيحدث بمجرد وصولها إلى نهاية حياتها؟ حسناً، هنا تتطور الأحداث. تتمتع شمسنا بإمدادات محدودة من وقود الهيدروجين، وخلال حوالي 5 مليارات سنة سوف ينفد وقودها. بعد ذلك سيخضع النجم لبعض التغييرات الكبيرة. انتبه الآن، لأن هناك احتمالاً كبيراً أننا جميعاً لن نشهد هذا. أولاً، سوف تنتفخ الشمس وتصبح عملاقاً أحمر وتتمدد مثل البالون، وسوف تنمو بشكل كبير لدرجة أنها سوف تبتلع الكواكب الداخلية بما في ذلك أرضنا الحبيبة. ستلتهم كل شيء، لذا فإننا لن نرى حتى نهاية شمسنا إلا إذا انتقلنا إلى مكان أبعد. بعد مرحلة العملاق الأحمر ستتقلص الشمس قليلاً، سوف تتلاشى طبقاتها الخارجية في الفضاء تاركة وراءها سديماً كوكبياً جميلاً، سوف تكشف عن جوهرها المتألق. أوه،
النواة المملوءة الآن بالهيليوم ستبدو غريبة، وستبدأ أيضا في دمج عناصر أثقل مثل الأكسجين والكربون. لن تكون ردود الفعل هذه النشطة مثل حفلة بها رقص أقل وأجواء أكثر هدوءا. في نهاية المطاف حتى الهيليوم سوف يستنفد، وستصبح الشمس قزما أبيضا مدمجا، نجما متقاعدا يستمتع بمنزل التقاعد الخاص به. ويقدر العلماء أن الشمس يتبقى لها حوالي 7 إلى 8 مليارات سنة قبل أن تخفت أضواؤها، لكن لا تقلق، فبحلول ذلك الوقت ربما تكون البشرية قد سافرت إلى مجرات بعيدة، أو ربما تطورت إلى كائنات فضائية مذهلة. لذا لن تنطفئ شمسنا بقوة مثل الألعاب النارية، إنها ليست كبيرة بما يكفي لتصبح مستعرا أعظم أو ثقبا أسود. تحتاج تلك النجوم النجمية إلى كتلة أكبر بكثير من كتلة شمسنا لتنفيذ تلك الحيل الكونية. ولكن ماذا لو انفجرت فجأة في حادث مفاجئ دون أي سبب؟ حسنا، دعنا نرى. تخيل أن تنفجر الشمس، حينها تنطلق كمية هائلة من الطاقة، مما يرسل موجة صادمة تتسارع عبر الفضاء بسرعة الضوء، وتستغرق موجة الصدمة هذه حوالي 8 دقائق للوصول إلى الأرض. لماذا؟ حسنا، تبعد الشمس عنا مسافة هائلة تبلغ 93 مليون ميل في المتوسط، لذلك يستغرق ضوء الشمس ما يزيد قليلا عن 8 دقائق و20 ثانية ليقطع كل تلك المسافة ويصل إلينا. ولكن دعونا نتحدث عن الحادث نفسه، سيكون مشهدا رائعا أن نشهده، ولكن للأسف سيكون أيضا نهايتنا. ستؤدي الكميات الهائلة من الطاقة المطلقة إلى تمدد الشمس بسرعة، ومرة أخرى ابتلاع الكواكب الداخلية بما في ذلك أرضنا. وهذا ليس كل شيء، استعدوا لانفجار هائل من الإشعاع. ستطلق الشمس العنان لسيل من الجسيمات المشحونة للغاية. نحن نتحدث عن الأشعة السينية وأشعة جاما، وهو النوع الذي يمكن أن يفسد الأمور بشكل خطير. عندما تصطدم هذه الجسيمات عالية الطاقة بالغلاف الجوي، فإنها تنطلق بشكل جامح، مسببة كل أنواع الفوضى. إنها تؤين الغلاف الجوي، مما يخلق نبضا كهرومغناطيسيا هائلا. يشبه هذا النبض موجة صدمة للأجهزة الإلكترونية، فهو يحرقها ويصعقها ويتركها عديمة الفائدة. لذا إذا لم تكن أجهزتك محمية فسوف تواجه وقتا عصيبا. بالحديث عن الأوقات العصيبة، بعد ذلك يحدث تبخر فوري لكوكبنا، لكن النهاية الكبرى للشمس لا تدمر الأرض فحسب، بل تلحق الدمار بالنظام الشمسي بأكمله. هذا الانفجار الهائل من الطاقة سوف يصطدم بكل شيء في طريقه، يتم إخراج الكواكب وكل شيء من المدارات، مما يسبب الفوضى التامة. أين حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري؟ لقد اختفى أو طمس أو تناثر وسط الرياح الكونية، وحتى الكواكب التي ستنجو من هذا من المحتمل أن تخرج عن مداراتها لتتجول في مكان ما. ودعونا لا ننسى الكواكب الخارجية مثل كوكب المشتري وزحل، تولد هذه العمالقة الحرارة الداخلية الخاصة بها، مما يجعلها دافئة وتجذب الكثير من الأقمار. لكن انفجار الشمس من شأنه أن يسرق دفئها ويحولها إلى أماكن باردة بشكل لا يصدق. والآن بعد أن ناقشنا مدى خطورة كل هذا على كل شيء في نظامنا الشمسي، دعونا نطرح السؤال المنطقي: هل تستطيع البشرية النجاة من ذلك؟ الإجابة المختصرة هي كلا، لن نتمكن من ذلك. سيتم محو كل شيء باستثناء ربما بعض البكتيريا المختبئة في الظل. لكن إذا منحتنا الشمس تنبيها بشأن خططها، قد تكون لدينا فرصة للقتال. إذا علمنا مسبقا وكان لدينا الوقت للاستعداد، فيمكننا أن ندير أدوات البقاء على قيد الحياة. ماذا يمكننا أن نفعل إذن؟ بما أن الأرض نفسها لن تنجو من نوبة غضب الشمس، فسيتعين علينا أن ننتقل إلى مكان ما. هل تتذكر كيف ذكرنا أنه لن يتم تدمير جميع الكواكب بالكامل؟ حسناً، من المؤسف أن الكواكب الأقرب إلى الشمس، عطارد والزهرة والأرض، سوف تختفي. لذا فإن الخيار الأسهل هو الانتقال
إلى نظام شمسي آخر به كوكب خاص به يشبه الأرض. ولكن ماذا لو تمكنت الأرض بطريقة ما من النجاة من هذه الكارثة؟ دعونا لا نفكر في كيفية حدوث ذلك ونناقش العواقب فقط. حسناً، مناخنا سوف يصبح جنونياً خلال اللحظات الأولى من انفجار الشمس. يؤدي الإشعاع والجسيمات إلى رفع درجة الحرارة لفترة كبيرة مثل موجة حر لا تنتهي أبداً. نحن نتحدث عن تأثير الاحتباس الحراري الكبير. سوف تتبخر المحيطات مكونة سحباً سميكة ورقيقة تحبس الحرارة وترفض السماح لها بالهروب إلى الفضاء. وبعد ذلك وبدون حضن الشمس الدافئ ستصبح الأرض سريعاً كجهاز مجمد جليدي. لذا علينا أن نفكر خارج الصندوق. إحدى الأفكار هي الاحتماء في أعماق الأرض حيث لن نتأثر كثيراً بالإشعاع والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة. كلما قمت بالحفر بشكل أعمق ترتفع درجة الحرارة. لذلك باستخدام الأدوات والموارد المناسبة يمكن للبشرية أن تحتمي في مخابئ محصنة وتعيش لبضع سنوات دون أشعة الشمس. لماذا بضع سنوات فقط؟ حسناً، هل تتذكر كيف قلنا أن الشمس هي مركز جاذبية نظامنا الشمسي؟ وبدون ذلك ستبحر الأرض بحثاً عن مركز ثقل جديد؟ تخيل أن كوكبنا وقمرنا وجميع الكواكب الأخرى تطفو ببطء بعيداً في الفضاء، ولحسن الحظ فإن شمسنا الحبيبة معلقة هناك، مما يبقينا دافئين ومستعدين للعديد من المغامرات الكونية القادمة. لذلك نحن آمنون لبضعة مليارات من السنين، ولكن من الممتع دائماً أن نتخيل سيناريوهات مستحيلة. لذا ترقبوا المزيد من ماذا لو؟ يوقف الناس سياراتهم على الطريق السريع ويخرجون منها رافعين رؤوسهم لأعلى في دهشة. وداخل المدن يخرج الجميع إلى الشوارع، تمتلئ الشرفات وأسطح المنازل بأشخاص يحدقون في القمر في حالة من الصدمة. يبدو القمر أحمر اللون، يصرخ البعض قائلين إنها نهاية العالم، ويبحث البعض عن مأوى. في الواقع يبدو القمر الأبيض المعتاد الآن كما لو غمس في طلاء أحمر. لا داعي للخوف إن رأيت هذا، بل على العكس استمتع بالمنظر لأنك تشاهد ظاهرة فلكية نادرة. إنه خسوف كلي للقمر. ها هي الشمس، إنها في منتصف نظامنا الشمسي تماما، عطارد والزهرة، وهنا الأرض والقمر. تستغرق الأرض 365 يوما للدوران حول الشمس، وفي الوقت نفسه يدور القمر حول الأرض ويكمل دورته حولها بالكامل خلال 27 يوما. تصنع الأرض منطقة ظل ويمر القمر من خلالها أحيانا. يكون الظل مخروطي شكل ويضيق تدريجيا. يبعد القمر عنا 384 ألف كيلومتر، أي ما يساوي طول خط الاستواء 9 مرات. في هذه المسافة يبلغ عرض الظل حوالي 2.6 ضعف عرض القمر. لا يصل ضوء الشمس المباشر إلى القمر عندما يكون في هذه المنطقة، أي أنه توجب أن يختفي، لكن بدلا من ذلك أصبح لونه أحمر. كل ذلك لأن أشعة الشمس تمر عبر الغلاف الجوي للأرض. تتشتت الأشعة ويختفي معظم الضوء الأزرق، لكن تظل الأشعة الحمراء والبرتقالية وتضرب سطح القمر. رائع، إنك ترى ظاهرة تسمى القمر الدموي. بالمناسبة يحدث منحنى الضوء هذا عند غروب الشمس ووقت الفجر. يشتت الغلاف الجوي الضوء الأزرق وترى السماء بلون أحمر وبرتقالي. إذا وقفت على سطح القمر أثناء الخسوف الكلي ستكون الأرض بينك وبين الشمس تماما، لذا سيمكنك مشاهدة كسوف الشمس. سيبدو سطح الأرض مظلما تماما بالنسبة لك، كل ما تراه هو هالة الشمس التي تضيء حواف الكوكب. تبدو الأرض من سطح القمر بحجم القمر من سطح الأرض. مثل هذا الخسوف الأحمر للقمر نادر، لأنه يتطلب تزامن عدة عوامل، إحداها أن يكتمل القمر. يمكنك رؤية خسوفين كليين للقمر في العام الواحد عادة. في عام 2038 سيمكنك رؤية 4 من حالات الكسوف هذا، وقد يستمر الخسوف نفسه لمدة 108 دقائق، لكن هذا نادر الحدوث، وسجلت آخر مرة شوهد فيها القمر الدموي لمدة طويلة في عام 2000. في الماضي لم يعرف الناس الكثير من الحقائق عن قمرنا التابع، وكانت رؤية القمر الأحمر تخيفهم،
لقد كانت علامة غير مبشرة ونذيرا بحدوث المتاعب. يمكن لمن يعرفون مواعيد الخسوف الاستفادة منها. مثلا اعتمد كريستوفر كولومبوس تقويما فلكيا وعرف الموعد التالي لخسوف القمر. لقد أفزع سكان جزر الكاريبي عندما تنبأ بالقمر الأحمر. في يوم ما كان القمر ككرة حمراء من الحمم البركانية. كان هذا قبل زمن بعيد، 4.5 مليار سنة. نحن في نظامنا الشمسي المليء بالغبار والكويكبات التي تصطدم ببعضها البعض طوال الوقت، فيما يشبه تصادم الكرات على طاولة بلياردو فضائية. هذه هي الأرض. لقد بدأت تهدأ للتو من الاصطدام المستمر للكويكبات والمذنبات، لكن بعد ذلك ظهر كوكب ثيا في الأفق. إنه كوكب بحجم المريخ بمدار غير منتظم، واقترب من الأرض في حركة حلزونية. كان الاصطدام حتميا، وفي وقت ما وقع أحد أكبر الاصطدامات في نظامنا الشمسي. ضرب ثيا الأرض بشكل مائل، فاقتلع جزءا من قشرة الأرض وقذفه في الفضاء. أخذت الأرض بدورها جزءا من الكوكب الذي صدمها. دار الحطام الناتج عن الاصطدام حول الأرض لفترة طويلة كما تفعل حلقات زحل. تصادم الحطام في المدار وتراكم حول مركز جاذبية مشترك، وهكذا حصلت الأرض على القمر. هناك نظرية تقول إن هذا الاصطدام ساهم في نشأة الحياة على كوكبنا. ضرب ثيا الأرض بزاوية مثالية. إذا كان الاصطدام وجها لوجه لربما تدمر كلا الكوكبين في انفجار هائل. إذا كان الاصطدام بالتماس فلن يتبقى ما يكفي من الحطام في مدار الأرض لتكوين القمر، لكننا محظوظون. استقر القمر في مدار الأرض، حطم الاصطدام القشرة الصلبة للكوكب وسمح بتكوين المحيطات. هل تتذكرون؟ الماء أساس الحياة. عندما اندمج لب الأرض مع لب ثيا حصلنا على غلاف مغناطيسي قوي يحمي جميع الكائنات الحية من أشعة الشمس. يتحكم القمر مع الشمس في المد والجزر. يبدو أن جاذبيته تجذب الماء إليه من سطح الأرض. تفعل الشمس الشيء نفسه، لأننا إذا تخيلنا الأرض ككرة من الماء سيكون هناك جبلان، أحدهما ناحية القمر والآخر ناحية الشمس. وأثناء حركة القمر حول الأرض يتحرك هذا الجبل المائي معه. إذا كنت في المحيط المفتوح ومعك شريط قياس سترى أن القمر يجذب الماء إليه بحوالي 10 إلى 15 سنتيمتر. القمر مقيد بفعل جاذبية الأرض، لهذا السبب نراه دائما من جانب واحد مثل عطارد والشمس. لكن القمر لا يقف ثابتا، إنه يتحرك مبتعدا عن كوكبنا شيئا فشيئا، حوالي 4 سنتيمتر سنويا. ليس هذا سريعا، لكن خلال 600 مليون سنة سيتقلص في سمائنا حتى أننا لن نتمكن من رؤية خسوفه بعد ذلك. هل ترى هذه الفوهة؟ إنها تيخو، يمكن رؤيتها خلال اكتمال القمر بسبب هذه الأشعة الساطعة التي تمتد لآلاف الأميال من مركزها. إنها أصغر فوهة على سطح القمر. يقول العلماء إنها ظهرت بسبب اصطدام نيزك قبل 109 مليون سنة. في ذلك الوقت كانت الديناصورات تتجول على سطح كوكبنا، وربما شاهدت الاصطدام الذي صاحبه على الأرجح انفجار كبير وبدا كمفرقعات نارية في سماء الليل. تحب حضارتنا الإنسانية استكشاف القمر. أرسلنا مجموعة من البعثات إلى هناك، ووصل إلى سطح القمر 12 شخصا. تعادل قوة الجاذبية هناك سدس جاذبية الأرض. لذلك إذا كان الشخص العادي على كوكبنا يزن حوالي 80 كيلوغرام، سيظهره الميزان على سطح القمر 13 كيلوغرام فقط، أي مثل وزن كلب متوسط الحجم. لهذا يتحرك رواد الفضاء ويقفزون ويسقطون هناك بطريقة غريبة. على سطح القمر ستصبح أقوى بست مرات. هنا على الأرض يمكن للشخص العادي أن يرفع حوالي 60 كيلوغرام، لكن على القمر يمكنك رفع دراجة نارية كبيرة أو دبا رماديا. سطح القمر مغطى بريغولث أو الحطام الصخري. إنه الغبار القمري الذي يغطي الأرضية الصلبة. هذا الغبار يحافظ على آثار الأقدام. إليكم الأثر الأشهر الذي أدى إلى العديد من النظريات الجنونية. ها هو الأثر، وها هو الحذاء الذي أحدثه. لكن الحذاء مسطح تماما. التفسير بسيط، ارتدى رواد الفضاء أحذية إضافية للمشي على سطح القمر. تتمتع هذه الأحذية بنوع النعل نفسه الذي أحدث هذه الآثار. إضافة إلى آثار الأقدام، تركنا العديد من الأشياء الرائعة على القمر، عدة مركبات قمرية وكرة جولف وأعلام ومخلفات بشرية. هناك أيضا الكثير من الأقمار الصناعية المعطلة وأجزاء من الصواريخ. يبلغ إجمالي وزن الأشياء التي تركها الإنسان هناك حوالي 187 ألف كيلوغرام.
إنه وزن 3 طائرات ركاب أو 31 فيلا بالغا. نخطط لاستئناف المهمات إلى القمر في المستقبل. ستستكشف مركبات الهبوط الجديدة سطح قمرنا للعثور على الموارد الطبيعية. إنه أيضا مكان رائع لاختبار مركبات جوالة جديدة، حتى أننا بصدد بناء محطة كمحطة الفضاء الدولية في مدار القمر، تعرف رسميا باسم المنصة المدارية القمرية البوابة. ستكون المنصة مناسبة لاستكشاف قمرنا وإطلاق المركبات الفضائية إلى الفضاء البعيد. إذا انطلقنا من هناك فلن تضطر المركبة الفضائية لاستهلاك كل وقودها للتغلب على قوة الجاذبية الأرضية، لذا ستوفر محطة كهذه الوقود والمال. يأمل العلماء أن نتمكن من استخراج المياه من سطح القمر. لقد ثبت وجود جليد هناك في قاع الفوهات حيث لا يصل ضوء الشمس. ربما نرسل مركبة جوالة إلى هناك يمكنها الحفر على عمق بضعة أمتار بحثا عن الماء. تمتلك حضارتنا بالفعل التكنولوجيا اللازمة لبناء مستعمرة كاملة. سيستغرق الأمر ما يصل إلى 3 أيام للوصول إلى القمر. نحتاج فقط إلى إحضار ما يكفي من الألواح الشمسية ومواد البناء إلى القمر. لا يوجد غلاف جوي على القمر، لذا سيكون سكان القمر المحتملين دون حماية من الإشعاع الشمسي. سيتعين علينا بناء منازل تحت سطح القمر لتوفير الحماية. ستساعد الطبيعة ثلاثية الأبعاد الحديثة في تسهيل البناء وتسريعه، ومع ذلك لا يمكن الحفاظ على توفر الغذاء والمياه سوى من خلال الإمدادات المستمرة من الأرض. ينطبق الأمر نفسه على الأكسجين. تكلف كل عملية لإطلاق صاروخ ملايين الدولارات، لذا لا زال استعمار القمر موضع بحث ودراسة حتى الوقت الحالي. كذلك قد يصبح القمر وجهة سياحية فضائية. تخيل مركبة فضائية تنطلق من الأرض، تستغرق 3 أيام في الطريق بينما تدور حول القمر. تفتح الوحدة القمرية وها أنت ذا تهبط على سطحه. تركب المركبة المتجولة وتستكشف الفوهات القمرية، ثم تعود إلى مركبة الإنزال. تشغل المحركات وتعيدك مركبة الإنزال إلى المدار. تلتحم بالسفينة الفضائية وتعود إلى الأرض. تبدو خطة رائعة لقضاء إجازة لمدة 7 أيام. فليصعد الجميع، إنها السفينة العابرة للمجرات. جهة الوصول الموضحة على تذاكركم هي جولة لمجموعة المجرات المحلية التي تضم مجرتي ماجلان الكبرى والصغرى ومجرات سديم الجبار وأندروميدا والمثلث وبعض المفاجآت الأخرى بينها. التذاكر لو سمحتم، واستعدوا للشعور ببعض الوخز الخفيف أثناء ارتفاعنا في الفضاء الخارجي. تمر السفينة وكل ما بداخلها بتحول طوري في الأبعاد. لا يوجد ما يدعو للقلق، سينتهي الوخز سريعا. أيها المسافرون، أثناء اتجاهنا نحو دائرة العرض المجرية 180 درجة أو الشمال كما اعتدنا تسميتها، أول مكان سنزوره هو منطقة ولادة النجوم المكثفة التي تعرف بـ M42 أو سديم الجبار. لكن لنشاهد أولا شيئا مثيرا سيريه لنا قائد المركبة ولم يكن ضمن برنامج الرحلة، سديم رأس الحصان. إنه على الجانب الأيسر ويطلق عليه M43. هذا النجم حديث الولادة أعلى رأس الحصان له رياح نجمية عاتية مما يشوه شكل السحابة السديمية. انظروا إليه جيدا الآن، لأنه خلال عدة آلاف من السنوات ستتلاشى هذه الغازات تماما بفعل السديم الشبيه بالنجوم الذي صنع شمسنا. أجل، لقد اختفى هذا السديم منذ فترة طويلة باستثناء الغازات السديمية التي التقطتها كواكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. حسنا، تطرح مستكشفة صغيرة معنا سؤالا، ماذا يعني حرف M في M42 و M43؟ حسنا أيتها الشابة، يشير حرف M إلى ميسيي وينطق اسمه ميسيي. كان شارل ميسيي عالم فلك فرنسي في القرن 18، وقد نشر فهرسا يضم 110 جسما فلكيا عبر تلسكوب بدائي، وسديم رأس الحصان هو رقم 43 على تلك القائمة. سنرى الكثير من مجرات ميسيي مع استمرارنا في جولتنا. استعدوا، إننا نقترب من سديم الجبار. قد تبدو ألوان غازات السديم أقل سطوعا مما تتوقع، وهذا لأننا معتادون على رؤية صور تلسكوبية ذات تعريض ضوئي طويل وصور محسنة مصممة لإبراز الغازات المختلفة في السديم. أقترح عليكم استخدام النظارات الملونة التي جاءت مع الحقيبة التي حصلتم عليها عند الركوب إذا أردتم الحصول على تجربة أفضل. لننطلق، من الجيد أننا في رحلة فائقة السرعة، وعندما نقترب من تجمع المعين النجمي في المنتصف نرى نجم ثيتا سي الذي يرسل رياحا نجمية بسرعة 8 ملايين كيلومتر في الساعة.
إنه ينحت سحابة كاملة من الغاز والغبار، مما يصنع موجات صدمات تضغط النجوم القريبة. ثيتاسي هو نجم ضخم يسطع بقوة تساوي سطوع الشمس 200,000 مرة، وسيصبح مستعرا أعظم بعد حوالي 1,000,000 عام. لن أكون موجودا حينها. يتوهج الأكسجين والهيدروجين والكبريت في حالات التأين مثلما يحدث في مصباح الفلوريسنت. الأكسجين أزرق والهيدروجين أحمر وأحيانا أخضر، أما الكبريت والغبار فلهما لون أصفر برتقالي. بينما نبتعد عن سديم الجبار ونرتفع عاليا فوق المجرة، تظهر الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة. تقع شمسنا التي لن تستطيع تمييزها من هذا الارتفاع في ذراع الجبار الذي يقع بين ذراع حامل رأس الغول الخارجي وذراع رامي القوس الداخلي. لاحظوا أن مركز درب التبانة يضم ضلعا مغناطيسيا يؤدي دورا أساسيا في تكون النجوم. أكثر من 70% من المجرات القريبة هي مجرات حلزونية ضلعية، وهي علامة على كونها مجرة ناضجة، لكن 20% فقط من المجرات البعيدة تضم ضلعا مغناطيسيا في مركزها. من منكم يرغب في بعض العصير الآن؟ ها هي مجرة أندروميدا بعيدا على الجانب الأيسر. لكن هل يمكنني لفت انتباهكم للكثير من المجرات القزمة؟ أكثر من 40 مجرة الموجودة في منطقتنا المجرية، وها نحن نتجه إلى إحداها الآن. سحابة ماجلان الكبرى هي مجرة قزمة غير منتظمة تابعة لمجرة درب التبانة، وتضم حوالي 30 مليار نجم، وبها منطقة نشطة لتكون النجوم تسمى سديم العنكبوت، والتي سنمر خلالها بعد قليل. وبالطبع إذا كان هناك سحابة ماجلان الكبرى، فلا بد أن هناك سحابة ماجلان الصغرى. ها هي إلى الأسفل وعلى يسار الكبرى. ستبتلع درب التبانة هاتين المجرتين القزمتين في نهاية المطاف، ويفضل البعض لفظ الالتحام، لكنهما يعنيان شيء نفسه. إذا استخدمت نظاراتك المعتمة مرة أخرى، سترى أن السحابة الكبرى قد سحبت كمية مهولة من الغاز من السحابة الصغرى نتيجة تفاعلهما المتأثر بقوة الجاذبية عبر ملايين سنوات. أعرف كل شيء عن الغازات. إننا نبتعد عن مجرة درب التبانة مسافة 50 كيلو بارسك، أو 50,000 فرسخ فلكي، أي حوالي 163,000 سنة ضوئية. لكن ما هو البارسيك؟ حسناً، سأخبركم بالطبع. يساوي البارسيك أو الفرسخ الفلكي حوالي 3.26 سنة ضوئية، وتساوي السنة الضوئية حوالي 9.46 تريليون كيلومتر. لفظ بارسيك هو لفظ منحوت من كلمتي بارالاكس أي التزيح، وسكند أي ثانية. التزيح هو تغير ظاهري في موقع شيء المنظور إليه بسبب اختلاف مكان النظر إليه. إذا نظرت لشيء ما بعينك اليسرى ثم بعينك اليمنى، ستشعر كأن موقع الشيء قد اختلف. هذا هو التزيح. وعند تصوير جرم سماوي أثناء وجود الأرض على أحد جانبي الشمس، ثم تصويره مرة أخرى بعد 6 أشهر عندما تكون الأرض على الناحية الأخرى من الشمس، يمكن حساب التزيح بدرجة القوس أو دقائق قوسية أو ثوان قوسية وصولا إلى ملي ثانية قوسية. ويعني البارسيك تزيح ثانية قوسية واحدة، أي ما يساوي حوالي 3.26 سنة ضوئية. ماذا عن قوس النصر؟ هذه هي طريقة قياس الأقواس في فرنسا. ونظرا إلى أنك لا تستطيع حساب السنوات الضوئية بمسطرة أو شريط قياس، فالبارسيك طريقة علمية لقياس المسافة إلى نجم أو جزء من المجرة. وكلما زاد التزيح كان الجرم أقرب، وكلما قل التزيح كان الجرم أبعد. أمامنا تماما في منتصف سديم العنكبوت التجمع النجمي R136، وخلال مسافة قدرها سنة ضوئية واحدة يوجد 40 نجما تفوق كتلة كل منهم كتلة الشمس 50 مرة. وبالمقارنة لا يوجد نجم آخر في مسافة 4 سنوات ضوئية عن شمسنا، وهذا شيء جيد. يمكنك رؤية المستعر الأعظم 1987 A في الأعلى إلى اليمين قليلا. كان نجما عملاقا أزرق اللون أكثر سطوعا من الشمس بمقدار 100,000 مرة، تعرض لانفجار داخلي مما أدى إلى تحوله إلى مستعر أعظم من النوع الثاني أكثر سطوعا من الشمس ب100,000,000 مرة. لقد ترك وراءه نجما نيوترونيا مغطى بالغبار والغاز، ويشكل مشهدا مذهلا يشبه الألعاب النارية. المستعر الأعظم 1987 A في سحابة ماجلان الكبرى هو أقرب مستعر أعظم من الأرض منذ عام 1604،
وقد حدث في مجرة درب التبانة على بعد حوالي 20,000 سنة ضوئية من الأرض. كان ظاهرا خلال النهار لمدة أسبوعين تقريبا، بعدما تحول إلى مستعر أعظم لأنه كان نجما عملاقا أزرق. ازدادت التكهنات أن نجما عملاقا أزرق آخر هو رجل الجبار، النجم الواقع في الزاوية السفلية على اليمين في كوكبة الجبار، قد يتحول بدوره إلى مستعر أعظم في المستقبل القريب، أو أنه قد تحول إلى ذلك بالفعل. يبعد رجل الجبار حوالي 860 سنة ضوئية عن الأرض، لذا أي شيء يحدث له سيستغرق 860 سنة قبل أن يمكننا ملاحظته على الأرض. قذف المستعر الأعظم 1987 أي العناصر الثقيلة مثل الكوبالت والنيكل والحديد والسيليكات الأخف داخل سديم العنكبوت، حيث ستشكل وحدة بناء أساسية للنجوم وكواكب أخرى. يقدم خادمنا الإلكتروني الآن مسليات مستوحاة من الفضاء. أرشح حلوى غزل البنات المستوحاة من كوكب المشتري من أجل الأطفال على رحلة. تذكروا، أنا أعرف كل شيء عن الغازات. المحطة التالية هي مجرة أندروميدا وما حولها. لاحظوا هالتها التي تظهر بينما نغادر مجرة درب التبانة ونجومها البالغ عددها 300 مليار نجم خلفنا. هناك حوالي 150 تجمع نجمي كروي في الهالة المجرية، تدور جميعها حول قرص المجرة وتضم بعضا من أقدم النجوم في الكون. لكن ما زالت كيفية وصولها إلى مجرتنا قيد دراسات واسعة. تشاهدون على يمين سفينة الفضاء مجرة NGC 6822، وهي مجرة قزمة غير منتظمة. تشير الحروف NGC إلى الفهرس العام الجديد للأجرام السماوية، يجعلك هذا تظن بوجود فهرس عام قديم، لكن هذا غير حقيقي. هناك فهرس جديد فحسب، لكن هناك فهرس عام جديد منقح يشير إليه علماء الفلك بانتظام. إنه شرح وافٍ، أليس كذلك؟ وعند مرورنا بمجرة برنارد التي يطلق عليها NGC 6822، ستلاحظون ضلعاً مغناطيسي يبدأ في التكون وأجزاء ساطعة تمثل نجوماً حديثة التكون. اكتشف هذه المجرة عام 1884 إدوارد إيمرسون برنارد، لذا تستمد اسمها منه. كان برنارد ملاحظاً لماحاً للأجرام السماوية، وهناك فوهة في القمر تحمل اسمه، وواحدة أخرى على المريخ، ومنطقة على قمر غانيميد التابع لكوكب المشتري، وكويكب برنارديانا 819، والنجم صاحب أسرع حركة في السماء، نجم برنارد. لم يحظى الكثيرون بفرصة انتشار اسمهم في الفضاء مثل إدوارد إيمرسون برنارد. نقترب من مجرة أندروميدا العملاقة ونجومها البالغ عددها تريليون نجم، وسنحلق فوق حدودها الغربية ونزور إحدى المجرات القزمة المصاحبة لهذه المجرات الضخمة، ميسيه 110 أو NGC 205. أجل لديها اسمين وفقا لتصنيفين مختلفين، اختر أي منهما كما تريد. إنها مجرة قزمة كروية فريدة من نوعها، تبلغ كتلتها ضعف كتلة شمسنا بمقدار 3.5 مليار مرة. لدى ميسيه 110 أو NGC 205 ثمانية تجمعات نجمية كروية بالقرب من مركزها. ستبتلعها مجرة أندروميدا قريبا، أو ستلتحم بها إذا كنت تفضل هذه الصيغة، وربما تكون قد فقدت بالفعل الكثير من نجومها وغازاتها، وذلك بسبب افتقار ميسيه 110 إلى مكونات النجوم بشكل عام. هل تستمتعون بوقتكم معنا؟ والآن إلى محطتنا الأخيرة، ميسيه 33 أو مجرة المثلث، المجرة الحلزونية الثالثة والأخيرة في مجموعة المجرات المحلية. تقع في كوكبة المثلث الصغيرة، ويبلغ حجم ميسيه 33 حوالي نصف حجم مجرة درب التبانة. تبعد مجرة المثلث حوالي 2.7 مليون سنة ضوئية من الأرض، لكنها أقرب إلى مجرة أندروميدا وتتجه نحوها. إذا اصطدمت مجرتان حلزونيتان ببعضهما البعض، قد تغيران مسار مجرة أندروميدا وتمنعان اصطدامها المتوقع بدرب التبانة. فلنأمل أن يحدث ذلك. والآن لدينا رسالة مهمة، سنقدم العشاء أثناء رحلة العودة إلى الأرض، يمكنكم الاختيار بين الدجاج والسمك. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بجولتنا، وإذا ملأتم استمارة الاستطلاع وأعطيتمونا 5 نجوم ستحصلون على الحلوى أيضا. تعيش وحوش سوداء لا تشبع في جميع أرجاء الكون، وتولد عند انفجار النجوم الضخمة في الفضاء. الثقوب السوداء التي بحجم الأرض ليست في الحجم أكبر من كرة طاولة، كما أنها لا تملك سطحا محددا
مع أن جاذبيتها قوية جدا لدرجة أن الضوء لا يستطيع الهرب منها. بالإضافة إلى ذلك ليس لها حدود مادية أو غشاء واضح، لكن هناك أفق الحدث الذي يشبه الحد نوعا ما، وهو العتبة التي إن تجاوزتها لن تتمكن من العودة أدراجك. فيما يخص النجوم، عادة ما ينتهي لقاؤها بثقب أسود بإحداث عرض ضوئي مذهل قبل تدميرها بالكامل. هناك نجم واحد فقط معروف للعلماء نجح في النجاة من مواجهة ثقب أسود بوزن 400,000 شمس. حدث ذلك في مجرة تبعد عن الأرض حوالي 250 مليون سنة ضوئية. لاحظ علماء الفلك الذين يمتلكون معدات فائقة القوة اندفاعات من الأشعة السينية تعصف في الفضاء كل 9 ساعات. ظنوا أنها إشارات استغاثة من نجم محاصر في هاوية كونية. كان النجم عملاقاً عادياً أحمر عندما التقى بصديقه الجديد لأول مرة، وعندما اقتربا من بعضهما البعض لم يستطع وحش الفضاء الجائع مقاومة الإغراء وتناول وجبة خفيفة من ضيفه، وبما أن ذلك تضمن طبقات الهيدروجين الخارجية للنجم لم يبق منه سوى نواته، وفي النهاية تحول المسكين إلى قزم أبيض. لكن لسبب ما لم يتمكن الوحش الفضائي العملاق من إنهاء الوجبة، وبدلا من ذلك احتجز النجم في مداره. منذ ذلك الحين يتجول القزم الأبيض في دورات مدتها 9 ساعات مع بقائه على مسافة من الثقب تحول دون ابتلاعه. لكن رحلته لا تمضي بسلاسة كبيرة نظرا للدوران المستمر للمسار المداري بفعل الجاذبية. بعد يومين يصبح دورانه شبيها بالسبايروغراف، وبما أن الثقب الأسود لا يكف عن امتصاص مادته تستمر كتلة النجم بالتقلص وحجمه بالازدياد، ويصبح مداره دائريا أكثر فأكثر. يعتقد العلماء أنه سيكون قادرا يوما ما على الابتعاد عن صديقه اللئيم والتحول إلى كوكب بحجم المشتري، وذلك خلال تريليون سنة، وهذا أطول ب70 مرة من عمر الكون، لذلك ربما لن يحدث أبدا. تحتوي مجرة درب التبانة وحدها على 100,000,000 من الثقوب السوداء، وهناك أكثر بكثير خارج حدودها. قد تتغذى هذه الثقوب على النجوم الأخرى وتطلقها في مجرات ثانية، وربما لا تكون التلسكوبات الموجودة الآن قوية بما يكفي لاكتشافها. تحتوي معظم المجرات بما في ذلك مجرتنا درب التبانة على ثقوب سوداء هائلة الحجم في المركز، وقد تكون أثقل من الشمس بمليارات المرات. تبلغ كتلة البعض الآخر من هذا النوع 3 أضعاف كتلة الشمس. تم رصد أقرب ثقب أسود للأرض على بعد 1,000 سنة ضوئية بالقرب من باب المجرة. إنه في نظام نجمي يمكنك رؤيته بالعين المجردة. وجده العلماء عندما لاحظوا أن نجما يتصرف بغرابة. لقد كان نجما عملاقا يدور بجنون. اعتقد العلماء بحتمية وجود رفيق قوي الجاذبية لهذا النجم. أكثر الثقوب السوداء جوعاً التي اكتشفها العلماء حتى الآن يصل وزنه إلى 34 مليار شمس، وهو أكبر بحوالي 8,000 مرة من الثقب الموجود في مركز مجرة درب التبانة، ويلتهم ما يعادل شمساً واحدة كل يوم. في بعض الأحيان تلتهم الثقوب السوداء أقرانها إن صدف وتواجدت على مقربة من بعضها قبل أن تصعد على متن سفينة فضائية لتهرب إلى مجرة آمنة خالية من الثقوب السوداء. إليك بعض الأخبار السارة. رغم ضخامة الثقوب السوداء إلا أن قطر النطاق الذي تؤثر فيه أصغر من أن يكفي لتدمير الأرض، ويمكنك مشاهدتها بأمان من مسافة بعيدة حتى لو كانت جائعة جدا. لن يقترب أي ثقب أسود من كوكبنا أكثر من الشمس لفترة عمر الكون مضروبة ب10 مليارات مرة. ولو حدثت هذه الحالة الغير متوقعة ومر أحد الوحوش بكوكب نبتون، فقد يؤثر على مدار الأرض ولن تكون العواقب محمودة. نظريا يمكن لأي شيء أن يتحول إلى ثقب أسود. الفرق الوحيد بينه وبين الشمس هو المواد التي تكون مركزه، إذ تكون كثيفة بشكل مدهش في هذه الثقوب الضخمة. في الواقع هناك طريقة واحدة معروفة للحصول على ثقب أسود، وهي انهيار نجم فائق الكتلة بكتلة 20 إلى 30 شمسا تحت تأثير الجاذبية.
لذا يستحيل أن تتحول الشمس إلى ثقب أسود. ولو حدث ذلك وبقي النجم السابق محتفظا بكتلته، فستبقى لديه نفس قوة الجاذبية، وستواصل الأرض دورانها حوله ولن يسحبها نحوه، كما وسيبقى مدارها كما هو. تتمثل المشكلة الكبرى هنا بقلة ضوء الشمس. في الحقيقة الشمس ليست ضخمة بما يكفي لتحمل مثل هذا التحول، وستتحول في النهاية إلى قزم أبيض. لن يلتهم الثقب الأسود مجرة بأكملها على الغداء، فهناك حوالي 400 مليار نجم داخل مجرة درب التبانة، وحوالي 0.1% فقط من النجوم ستصبح ثقوبا سوداء. يتمتع الوحش الضخم الجائع دائما والموجود في منتصف المجرة بجاذبية هائلة، ولكن حتى هذا لن يكون كافيا. لقد التهم بالفعل معظم النجوم التي كانت قريبة منه، وأصبح الآن بحجم بضعة ملايين من الشموس، لذلك لا يمكن أن يزداد حجمه أكثر حتى لو واصل تناول النجوم الشبيهة بالشمس. ستستمر المجرات بالتصادم مع بعضها البعض، وستواصل الثقوب السوداء نموها واندماجها، ولكن بما أن الكون ضخم فعلا ويتوسع باستمرار، لن تستمر هذه التصادمات والاندماجات للأبد. ستسافر هذه الثقوب السوداء في الفضاء الضخم كالنجوم المارقة، ولن تتمكن من التهام هذه المادة المظلمة على أطراف المجرات، مما سينتهي بهلاك جميع الثقوب السوداء، لكن هذا يحتاج وقتا طويلا جدا من الآن. إن حدث وأصبحت مستكشفا للفضاء وسافرت بعيدا بما يكفي لمقابلة ثقب أسود ثم علقت فيه، فلن تنتهي حياتك فورا، بل ستصبح الأمور أكثر تعقيدا، إذ ستتغير طريقة إدراكك للمكان والزمان، وسينقسم الواقع بالنسبة لك إلى قسمين، لن تكون موجودا في أحدهما، وستعيش في الثاني وتدخل الثقب دون أن تتعرض لأي أذى. وعندما تصل لمسافة أعمق في الثقب ستلاحظ أن المساحة أصبحت أكثر انحناء، وفي وسط الثقب انحناء لا نهاية له، تسمى هذه الظاهرة بالتفرد. هنا ليس لقوانين الفيزياء القائمة على أفكار المكان والزمان أي تأثير أو صحة. إن كنت في ثقب كبير أكبر بملايين المرات من كتلة الشمس، فستسير الأمور بسلاسة كبيرة لك، وستواصل الشعور بالسقوط الحر بلا جاذبية. يمكنك أن تستمر في السقوط أكثر وأكثر في الفراغ التام حتى تصل إلى التفرد، لكن لن يكون لديك فرصة للتحرك في الاتجاه المعاكس. هناك سيتبادل المكان والزمان الأدوار، يدفعك الوقت للأمام على الأرض دوما، ولكنه سيفعل ذلك ماديا داخل الثقب من الناحية المجازية. أما في الثقب الأصغر ستكون قوة الجاذبية أقوى عند قدميك مما هي عليه عند رأسك، وهذا ما يجعلك تمر بالتأثيرات المعكرونية، وهي عملية تتعرض فيها للضغط أفقيا وتتمدد عموديا كالمعكرونة بسبب الجاذبية الهائلة للثقب الأسود وفقا لما يشرحه العلماء. وبمناسبة الحديث عن المعكرونة، هذا يجعلني أفكر في الطعام الإيطالي. تقول لي أني سأتحول إلى معكرونة سباكيتي، لكن لماذا لا أصبح فيتوتشينو أو كانيلوني؟ واو، أشعر بالجوع الآن. في هذه الأثناء إن كان لديك زميل مسافر إلى الفضاء ولسبب ما لم ينتهي به المطاف في الثقب الأسود، فسيبدو كل شيء مختلفا له. سيراك تتمدد وتكبر كما لو أنك تحت عدسة مكبرة ضخمة. كلما اقتربت من حافة الثقب كلما بدأ أنك تتحرك بالحركة البطيئة، ثم ستتجمد وستحيط بك النيران. ستكون في مكانين في ذات الوقت وتعيش مصيرين مختلفين، ولكن سيكون هناك نسخة واحدة منك، وهذا ما علمتنا إياه الثقوب السوداء. لا يوجد شيء حقيقي، ويمكن أن يختلف الواقع باختلاف الأشخاص. يعتقد بعض العلماء أننا نعيش جميعا داخل ثقب أسود ضخم، بدأ كل شيء في الكون مع الانفجار العظيم، ولكن هناك نظرية تزعم وجود شيء آخر قبل ذلك. لقد كانت بذرة فائقة الكثافة تتركز فيها كل كتلة الكون وطاقته، ويقارب وزنها وزن مليار شمس، كانت أصغر بتريليون مرة من أي جسيم يمكن للإنسان رؤيته. يمكن لهذه البذرة أن تولد داخل ثقب أسود، وإن كنت تعتقد أن هناك أكثر من كون واحد، فيمكن للثقوب السوداء أيضا أن تكون الأبواب بين تلك الأكوان.
وقد تكون كجذر تشترك فيه شجرتان. لا يمكنك رؤية الثقب الأسود مباشرة لأنه لا يصدر أي ضوء، حيث اعتاد العلماء على اكتشافه من خلال ما يفعله بمحيطه. وعندما عمل أكثر من 200 عالم من مختلف أنحاء العالم معا، تمكنوا من التقاط الصور الأولى لأحد الثقوب السوداء في الفضاء. ولو قمنا بجمع المعدات التي استخدموها، ستكون بقوة تلسكوب بحجم الأرض. إن قررت الشمس التوقف عن إنتاج الضوء، أول من سيلاحظ ذلك هو الحيوانات التي في البرية. تحتاج معظم الحيوانات إلى ضوء النهار لتتمكن من التجول من مكان إلى آخر، خاصة في مناطق السافانا الشاسعة في أفريقيا. تحتاج الحمر الوحشية والحيوانات البرية والزرافات إلى ضوء النهار للتنقل وتجنب الحيوانات المفترسة، ويحين وقت نومها بمجرد غياب الشمس. لكن إن أصبحت الشمس معتمة فجأة، لن تفهم هذه الحيوانات ما يحدث، وسرعان ما ستصبح غذاء للحيوانات المفترسة، وسترتبك الحيوانات الليلية بالقدر نفسه عندما يتغير الوقت. عادة ما تحلق الطيور في أسراب خلال النهار، وبالتالي لن نرى أو نسمع أي من تلك الأسراب، ونحن مدينون لهذه الطيور بتناول الآفات الموجودة في الهواء. حسناً، هي والخفافيش، ولكن إن كنت في منطقة تخلو من الخفافيش، فاعتبر الفوز حليف الحشرات. ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً، وسيلاحظ البشر التأثيرات بعد فترة وجيزة. اعتدنا أن تكون الشمس مشرقة بقوة في فترة الظهيرة، ولكن مع اختفاء أشعة الشمس سنعيش في ظلام دامس، وسيصبح الأمر مسألة حياة أو موت. إن أصبحت الشمس معتمة فجأة، فسيكون لدينا حوالي 8 دقائق فقط للاستمتاع بما تبقى من ضوئها. هذا لأن ضوء الشمس يحتاج وقتا طويلا ليصل إلينا بعد أن يقطع آلاف الكيلومترات في النظام الشمسي. سنضطر حينها إلى استخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لزراعة بعض المحاصيل، لكنها لن تكون كافية لإطعام العالم أجمع، ناهيك عن انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم. سيكون البقاء على قيد الحياة صعبا في السهول المفتوحة، وسيتعين على الجميع الاختباء في الملاجئ والمخابئ الدافئة. تحتاج النباتات إلى القيام بعملية التمثيل الضوئي لتتمكن من النمو، وبدونها لن نحصل على أي محصول، أي أن الخبز لن يكون موجودا لأنه يعتمد على توفر القمح. حتى الطحالب الموجودة في المحيطات بحاجة إلى عملية التمثيل الضوئي للبقاء على قيد الحياة، والتي تعد أعلى مصدر للأكسجين تليها الغابات. هذا يعني أن مستويات الأكسجين ستبدأ في النضوب. ستبدأ أيضا المسطحات المائية الكبيرة مثل البحيرات والمحيطات والبحار في إنقاص الأكسجين للحفاظ على الحياة البحرية. تعتبر الشمس مصدرا رئيسا لفيتامين د. هناك طرق أخرى للحصول على هذا الفيتامين، لكن الشمس الطريقة الأفضل والأكثر سهولة. بدون المحاصيل أو النباتات، ستحتاج جميع الحيوانات العاشبة إلى التفتيش عن آخر مصادر العشب الأخضر على الأرض، أو عن آخر الأوراق المعلقة على الأشجار، وسرعان ما سينفد طعامها. وسيكون هذا أيضا خبرا سيئا لنا نحن البشر، لأننا نحتاج في حياتنا إلى بعض هذه الحيوانات كالأبقار والخيول والأغنام. لن يحدث هذا التغيير بين عشية وضحاها، فلا شك أن المحيطات ستبقى دافئة لبعض الوقت، لكنها ستبرد وتتجمد في النهاية. ما زالت الأرض كوكبا يستمد طاقته من نواته الحديدية التي تنتج طاقة هائلة، لكنها لن تكون كافية لإبقاء الأرض دافئة بالكامل. ستكون الخطوة التالية إيجاد مأوى مناسب ووسائل للتدفئة. وإن حدث هذا فجأة، فعلى الأرجح لن يكون لدينا أي مخابئ جاهزة لسيناريو كهذا، إلا إذا كنت قد شاهدت هذا الفيديو وقررت بعدها تشييد مخبأ لك. يجب أن توفر تلك المخابئ الدفء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويجب أن تكون مناسبة أيضا لزراعة المحاصيل تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.
اليوم أصبحت المنشآت التي تعمل بالطاقة الشمسية شيئاً من الماضي، وسيضطر الناس إلى ارتداء بدلات قادرة على التحمل عند خروجهم في العراء. وبما أن الظلام سيكون دامساً، سنكون بحاجة إلى أضواء قوية أو نظارات للرؤية الليلية لنتمكن من الإبصار. ستصبح الأراضي جرداء، وستكون الغلبة للكائنات الليلية القادرة على تحمل درجات الحرارة الشديدة البرودة، وستنهار المباني لنضوب الأكسجين، فالخرسانة بحاجة إلى أكسجين للحفاظ على ثباتها. ستحتوي الملاجئ أيضا على كميات محدودة من الأكسجين، وسيتعين علينا اقتلاع الكثير من الأشجار ووضعها تحت أضواء الأشعة البنفسجية القوية لإنتاج الأكسجين. في المقابل سينتج هذا الأكسجين نظاما بيئيا خاصا في الملاجئ الكبيرة تحت الأرض، وفي النهاية ستتجمد أسطح المحيطات، وسيستحيل الحصول على أي موارد طبيعية من قاع المحيط كالغاز أو النفط. ما زال النجم الذي كان ساطعا يطفو في السماء، ولكن ماذا سيحدث لو اختفت الشمس فجأة؟ حسنا، سيحدث الشيء ذاته تقريبا باستثناء ما هو أسوأ بكثير. الشمس أكبر جرم سماوي في نظامنا الشمسي، وهي من تحافظ على الكواكب مرتبة بهذا الشكل. تدور الكواكب حول الشمس وتقوم بأمورها الخاصة، وإن غاب هذا الجرم الكبير الذي يحافظ على ثبات الكواكب، ستبدأ الكواكب في الدوران بشكل عشوائي، وقد تصطدم ببعضها البعض، وفي بعض الحالات ستواصل الكواكب رحلتها في الفضاء إلى أن تعثر على نجم جديد تدور حوله، وقد تكون الأرض أو لا تكون من بين هذه الكواكب. ستبقى الأرض مظلمة، وسنحلق في الفضاء بسرعة غير عادية، ولن تدور الأرض حول نفسها، بل ستصطدم بنا العديد من الأشياء. سنكون في خط مسار مذنبات ضخمة تقضي علينا. الآن لن يكون البرد الخطر الرئيسي الذي نخشاه، بل سيكون تلك الأجرام البعيدة، أي علينا حفر المخابئ بعمق أكبر، ولن يكون لدينا أيضا غلاف جوي يحبس الحرارة. سنبقى نطفو في الفضاء إلى الأبد. لكن لنعد إلى هذا السيناريو الذي يتحدث عن اختفاء أشعة الشمس. لا تقلق، ستواصل الأرض دورانها حول الشمس برفقة الكواكب الأخرى، وستستمر درجات الحرارة في الانخفاض حتى لا يتمكن أي شيء على سطح الأرض من البقاء حيا. سيكون الظلام دامسا طوال الوقت. في ظروف كهذه لن تتمكن من النجاة سوى بعض أنواع البكتيريا وبطيء الخطو، وهو كائن مجهري قادر على البقاء في جميع الظروف تقريبا، بما في ذلك الفضاء الخارجي. في النهاية سيختفي الأكسجين عن سطح الأرض، ولن يبقى شيء على سطح الأرض سوى هذه الكائنات. وبما أنها ستكون الكائنات المهيمنة أو الوحيدة، فقد تتمكن من التكيف إلى أنواع أكبر حجما وتتكاثر بمعدلات أعلى. بعد مئات الآلاف من السنين في المستقبل، سيتكيف البشر لمواءمة الظروف في البيئة التي تحت الأرض. ستصبح أعيننا أكبر بكثير لتلقي أكبر قدر ممكن من الضوء، وستصبح جلودنا أكثر بياضاً نظراً لغياب شمس تحت الأرض. ستصبح حاسة السمع لدينا أكثر حساسية نظراً لتكون أصوات الصدى تحت الأرض. سيبقى ذكاؤنا على حاله، لكن ستكون أجسادنا جاهزة للخروج إلى السطح. التهديد الرئيسي الذي سنخشاه حينها هو كائنات بطيء الخطو العملاقة التي تجوب سطح الأرض. تبدو هذه الكائنات لطيفة نوعا ما تحت المجهر، لكن تخيل لو كان الواحد منها بحجم دب قطبي. هل ترغب برؤية شيء كهذا في حديقة منزلك؟ يمكن لهذه الكائنات العيش في أي مكان، فتجدها تتسلل إلى الملاجئ من حين إلى آخر. إنها شرسة وتختلف في الحجم والشكل. في هذه المرحلة لن يكون البشر هم النوع السائد، لأنهم سيضطرون للاختباء تحت الأرض. ستختلف العائلات التي تنتمي إليها هذه الكائنات، ولن تربطها كلها علاقة طيبة. ستصبح المدن الكبرى التي كانت تعجب البشر موطنا لهذه الدببة المائية العملاقة. تعرف بطيئة الخطو باسم الدببة المائية لأنها تبدو كدببة صغيرة، لكن هذه الوحوش ذات ثماني أرجل ستكون أكبر من الدببة بكثير. اختفت الدببة ومعظم الحيوانات الأخرى عن سطح الأرض، وتكاثرت تحت الجليد الكائنات التي كانت تسكن أعماق البحار واقتربت من السطح. اعتادت هذه الحيوانات العيش في الظلام بعيدا عن الشمس،
لكنها تكيفت إلى أحجام ضخمة على مدى آلاف السنين من السيطرة على المياه. قد تتكيف بعض هذه الكائنات وتبدأ في الزحف إلى اليابسة، وعلى الرغم من أن السطح سيتجمد لا محالة، إلا أنها ستجد دائما وسيلة لاختراق الجليد وشق طريقها إلى الماء. في تلك الأثناء سيصنع البشر قنوات وشبكات كبيرة تحت الأرض ويبنون المدن والمستعمرات. ستكون لنا السيطرة على الأنفاق، حيث تتكيف أيدينا وأقدامنا لتصبح شبيهة بالشبكات. سنسيطر على كل شيء تحت الأرض ونبقى أذكى الأنواع على وجه الأرض. تمكننا من الاحتفاظ بالقطع الفنية القديمة الموجودة على السطح والسجلات المهمة للحفاظ على إنسانيتنا قدر الإمكان. سنواصل بقاءنا على الأرض مهما حدث. على عكس العديد من المقابر المصرية القديمة الأخرى، ظلت مقبرة الملك توت عنخ آمون مخفية وبعيدة عن اللصوص غير المرغوب فيهن لمدة 3000 عام. أحد الأسباب هو أن المقبرة كانت أصغر من المتوسط ومخفية في مكان يسمى وادي الملوك. وقد تم بالفعل استكشاف هذه المنطقة بشكل مكثف عندما عثروا على مقبرة الملك توت. كان المدخل مغطى بالكامل بالحطام الناتج عن بناء مقبرة قريبة، وهو ما ساعد أيضا في الحفاظ على سرها. ولم يكن هناك أيضا أي كتابات أو علامات على السطح الخارجي للمقبرة. لعب مرور الزمن أيضا دورا في الحفاظ على شكلها المذهل حتى العشرينيات من القرن الماضي، عندما نجح رجل يدعى هاورد كارتر في الوصول إليها أخيرا. لكن هل كان كارتر بطلا كبيرا إلى هذا الحد؟ تشير بعض النتائج الأخيرة إلى أنه ربما كان أكثر مكرا مما كان يعتقد في البداية. لطالما ظن الناس أن كارتر لم يكن مجرد صائد كنوز عظيم، لقد كان عالم آثار حقيقي. قبل العثور على مقبرة الملك توت، كان كارتر في رحلة بحث لا هوادة فيها عن القطع الأثرية المصرية. اكتشف اهتمامه بهذه الأشياء غير العادية عندما كان طفلا، وسرعان ما بدأ في رسم المنحوتات والنقوش التي تم العثور عليها في المقابر القديمة. بعد العثور على رفات الملك توت، أمضى كارتر عقدا من الزمن في تسجيل ومعالجة جميع أنواع الأغراض مثل العروش الذهبية والمركبات والتماثيل من مقبرة الملك توت وشحنها عبر نهر النيل إلى المتحف المصري في القاهرة. حسناً، على الأقل تلك كانت القصة الرسمية. تزعم الاكتشافات الحديثة أنه لم تصل كل القطع إلى المسؤولين المصريين. يبدو أن رسالة سرية قد كشفت سياسة كارتر الصغيرة. 10 لهم و1 لي. تم إرسال الرسالة المعنية إلى السير آلان جاردينر، عالم فقه اللغة وصديق كارتر، ويعود تاريخها إلى عام 1922. في هذه المراسلات ذكر كارتر أنه عثر على المقبرة وكان يطلب من صديقه بعض النصائح. في رسالة أخرى من عام 1934، يبدو أن جاردينر يشكر كارتر على التميمة التي أرسلت إليه كهدية شكر. وكان كارتر مصرا على أن هذه القطعة لم تأتي من مقبرة الملك توت، ولكن من الواضح أنها جاءت من مقبرة توت عنخ آمون. حتى مدير المتحف المصري البريطاني كان على علم بمساعي كارتر المخادعة، لكنه لم يتمكن من إثبات ذلك. لقد قارن تميمة جاردينر مع تميمة أخرى من قبر توت عنخ آمون، وقد كانت متطابقة تماما. شعر جاردينر بخيبة أمل كبيرة لأنه وضع في مثل هذا الموقف الصعب، لدرجة أنه عبر عن غضبه لكارتر في رسالة أخرى. قرر جاردينر أن يكون صديقا جيدا ولم يشي بصديقه، وبدلا من ذلك نصح كارتر بإعادة تلك البضائع المسروقة إلى القاهرة، تماما كما لو كان سينصحك بالإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في قناة الجانب المشرق للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة حول الموضوعات الأكثر تميزا في التاريخ. إنها ليست المعلومة المريبة الوحيدة عن سلوك كارتر بعد اكتشاف المقبرة. في عام 1947، قدم رجل يدعى ألفريد لوكاس، الذي كان يعمل مع عالم الآثار المثير للجدل، بعض المعلومات في مجلة غامضة في القاهرة، وادعى أن كارتر فتح باب حجرة الدفن بنفسه خلسة، ثم أغلقها مرة أخرى وكأن شيئا لم يحدث قبل الكشف الرسمي. لماذا فعل ذلك؟ حسناً، تشير نفس النظرية إلى أن كارتر وطاقمه ربما دخلوا المقبرة مبكراً حتى يتمكنوا من وضع أيديهم على بعض الأشياء الجيدة القديمة. من الواضح أن هؤلاء الأشخاص لم يكن بإمكانهم المخاطرة ببيع مثل هذه الأشياء بينما كانوا لا يزالون على قيد الحياة، لكنهم حرصوا على بيعها بالمزاد العلني بعد وفاتهم. لكن كارتر لم يعترف بأي شيء،
ولم يقدم أي إنكار رسمي أيضا، لكن الحكومة المصرية لا يمكنها المخاطرة بمزيد من حالات الاختفاء الغامضة، فمنعوه من دخول المقبرة لفترة ما. وقد ربط البعض هذه السرقة العلنية بلعنة الملك توت. إذا لم تسمع بها من قبل فاعلم أنها أصبحت قصة مخيفة للغاية بعد وقت قصير من اكتشاف مكان دفن الملك توت عنخ آمون. تروي القصة أن أي شخص يعبث بمقبرة الفرعون الصغير سيواجه حظا مؤسفا بشكل خطير. لا يبدو الأمر دراميا تماما مثل قيام مومياء بهجمة عدوانية، لكن ظهرت أنباء مفادها أن الأشخاص المتورطين في إزعاج الملك توت لقيوا بعض النهايات الغامضة والمفاجئة. إن الوفاة المفاجئة الرئيسية المتعلقة بهذه اللعنة المفترضة هي وفاة جورج هربرت إيرل كارنارفون الخامس. لقد كان هذا الأرستقراطي البريطاني الذي ساعد في تمويل البحث عن المقبرة. توفي هربرت بعد عام واحد فقط من فتح المقبرة. الآن يحب الناس أن يصفوا الأمر بالوفاة الغامضة، لكن اتضح أن هربرت كان بالفعل في حالة صحية سيئة للغاية عندما وصل إلى القاهرة وانتهت حياته بمرض عادي. الآن دعونا نتحدث بالأرقام. كان هناك الكثير من الأشخاص المرتبطين بفتح المقبرة، حراس الأمن وعلماء الآثار وموظفي الدعم، ومن المؤكد أن القليل منهم قد ماتوا بعد وقت قصير من بدء استقبال المقبرة للزائرين. بقدر ما نود أن تكون هذه اللعنة حقيقية من أجل رواية القصص بشكل جيد، إحصائيا إذا كان لديك مجموعة من الأشخاص المرتبطين بفتح مقبرة فإنك تتوقع بعض الوفيات فقط عن طريق الصدفة العشوائية. كان متوسط عمر أولئك الذين يفترض أنهم استهدفوا باللعنة القديمة أكثر من 20 عاما بعد بدء التعويدة، حتى أن ابنة هربرت عاشت حتى الثمانينيات، أي أنها ماتت بعد نصف قرن، وعاش هوارد كارتر نفسه حتى عام 1939، أي بعد 16 عاما من الاكتشاف العظيم. قال البعض إن اللعنة بأكملها لم تكن أكثر من مجرد استراتيجية علاقات عامة دقيقة. كما ترون عندما تم العثور على مقبرة توت عنخ آمون، أراد هوارد كارتر أن يجعل الأولوية لإبعاد المراسلين الفضوليين، لذلك ربما يكون قد توصل إلى لعنة تصيب أي شخص يدخل إلى مكان استراحة الملك الصغير. لكن ما الذي سرق من مقبرة الملك توت؟ حسناً، بعض المجوهرات في البداية، وربما يكون هوارد كارتر قد سرقها بنفسه. بحسب ما يقول أحد المتخصصين الفرنسيين الذي قام ببعض الأبحاث المكثفة من خلال النظر إلى الصور القديمة الملتقطة من داخل المقبرة في العشرينيات من القرن الماضي، وقارن تلك الصور بأشياء مختلفة من المتاحف ودور المزادات، وسرعان ما بدأ في جمع مكان وجود بعض مجوهرات الملك توت. أولاً هناك هذه القطعة التي كانت على صدر توت، تم تكسير كل شيء إلى قطع، وذهبت بعض الأجزاء عبر كارتر إلى متحف نيلسون أتكنز في ميزوري. في هذه الأثناء انتهت أجزاء أخرى إلى قلادة يملكها بعض الأشخاص الذين لم تذكر أسماؤهم، وحاولوا بيعها في عام 2015 لكنهم فشلوا. حتى متحف نيلسون أتكنز يتفق مع ذلك، لأنه أكد تلك المعلومات على موقعه على الإنترنت. ثم هناك قطعة غطاء الرأس، يبدو أن كارتر سرق بعض الخرزات التي كانت مملوكة لتوت في السابق، كما تم تعليقها أيضا في القلادة، وهي الآن في متحف سانت لويس للفنون. طوق فاخر آخر مصنوع من السيراميك المصقول، قضى بعض الوقت في متحف المتروبوليتان للفنون بعيدا في نيويورك، ولحسن الحظ تم إعادته إلى مصر منذ ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن. يبدو أن هذا قد سرقه كارتر أيضا، كما من المؤكد أنك قد توقعت. بغض النظر عن القطع الأثرية المفقودة، لا يزال الملك توت يقدم الكثير من الأشياء المذهلة التي ساعدتنا على معرفة المزيد عن الثقافة المصرية القديمة المذهلة. لنبدأ بقناع الدفن الشهير. إنه قطعة فنية ضخمة من الذهب، يبلغ طولها 53 سنتيمتر، ومرصعة بأحجار شبه كريمة ومعجون زجاج، وتزن 10 كيلوغرامات، وتصور الفرعون الصبي بلحية طويلة وغطاء للرأس مع كوبرا ونسر. في الخلف هناك تعويذة من كتاب روحاني مصري قديم مهم، من المفترض أنها تعمل على منحه حياة جيدة في الحياة الآخرة. ويبدو أن توت كان أيضا من عشاق الألعاب اللوحية، فقد عثر على 4 ألعاب لوحية في قبره، بعضها مصنوعا من العاج. كما عثر علماء الآثار أيضا على زوج من الصنادل الذهبية، على الرغم من أنك تتخيل أنها كانت للعرض وليست للاستخدام المريح. في الواقع ربما لم يرتديها الفرعون أبدا في حياته.
بالحديث عن الأزياء، تبين أن توت كان حاكما مترفا للغاية، حتى أنهم عثروا على تمثال عرض في قبره كان يستخدم لانتقاء ملابسه ومجوهراته وتعديلها وتخزينها. ويبدو أن الملك الصبي كان يستمتع أيضا ببعض الموسيقى استنادا إلى الأبواق التي عثر عليها المؤرخون في مقبرته، على الرغم من أنه تم العزف بها في عام 1939 في بث BBC، إلا أن تلك الآلات تعتبر اليوم هشة للغاية بحيث لا يمكن تجربتها بها.